مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، حلقه جديده ويوم جديد من المحترف. حلقه الخميس دايما حلقه دسمه جدا. النهارده عندنا يعني محاور كتيره جدا جدا هنتكلم عليها. هنتكلم اكيد على الكره العالميه بشكل كبير جدا، نتكلم على بطوله يعني الشامبيونز ليج، 8 فرق وصلوا، مفاجآت كتيره جدا جدا وارقام كتيره جدا واداء على مستوى عالي واداء ومفاجآت كتيره جدا في دوري ابطال اوروبا. على مستوى الكره العالميه مفيش شك طبعا، هنتكلم على البريمير ليج، هنتكلم على محمد صلاح لغايه دلوقتي لم يتم التجديد معاه، هنتكلم على كواليس كتيره جدا، هنتكلم على اخبار مهمه جدا جدا في طبعا تجديد التعاقد مع محمد صلاح مع ليفربول، ووجهه نظر الشخصيه ومقارنه ما بين محمد صلاح ويعني من اكبر اللعيبه اللي بتاخد اجور على المستوى البريمير ليج وصلاح واقف فين. هنتكلم على الانديه اللي مهتمه جدا جدا بمحمد صلاح خارج ليفربول، وهنتكلم كمان على ردود الافعال على مستوى اللعيبه الكبار واساطير ليفربول بيقولوا ايه على صلاح وبيقولوا ايه على تجديد التعاقد مع صلاح. كمان على مستوى الدوري الالماني هنتكلم بشكل مفصل وبشكل كبير على كمان صراع دورتموند وبايرن ميونخ. مش بس كده، كمان عايزين نتكلم على نادينا وبطوله افريقيا. النادي الاهلي بكره ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا في مشواره للنجمه ال11. يعني بنتكلم على النادي الاهلي بلعبته بجهازه بجماهيره بتنتظر مباراه بكره بفارغ الصبر، لان مباراه مهمه جدا في المشوار. ليه مباراه مهمه جدا في المشوار؟ حضراتكم اكيد عارفين ان يمكن بعد الخساره من سان داونز كمان في جنوب افريقيا النادي الاهلي عنده 4 نقاط، ولكن كل الامال موجوده وكل الطموحات موجوده، لسه الامور بايدينا. ده مهم جدا جدا، الامور ما زالت في ايدينا. ان شاء الله بكره عندنا مباراه مهمه، بعد طبعا مباراه اعتقد كانت مباراه، خلينا نتكلم بكل واقعيه، مباراه سيئه للنادي الاهلي، لكن ليها ظروف. يعني الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي خلال يمكن الاسابيع اللي فاتت ظروف صعبه جدا جدا، مباريات قويه جدا في فترات صغيره، فيها سفر كبير جدا لمسافات بعيده، واللي يشوف مباراه سان داونز هيعرف ده. مفيش شك احنا ما بندورش على مباريات، ودايما بنتكلم بكل امانه هنا في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي كان في حاله سيئه جدا، ولكن ليه كان النادي الاهلي في حاله سيئه؟ المجهود الكبير جدا، ولما بتكلم على المجهود بتكلم على جزئين، المجهود البدني والمجهود الذهني، وده ظهر بشكل كبير جدا ان معظم لعيبه النادي الاهلي كان خارج نطاق الخدمه وبعيد تماما عن ادائهم بسبب النقطتين دول. اولا على مستوى المجهود البدني، مباريات كبيره جدا، ضغوط كبيره جدا في مباريات سفر، وده بيأثر على اداء اللعيب. اللي يعرف كمان كده لعيبه الكوره، يعني اللعيبه اللي لعبت كوره تعرف من اول ما بتشوف النادي الاهلي في مباراه سان داونز تعرف ان في اجهاد كبير جدا، في بطء شويه في الحركه. وكمان النقطه المهمه جدا، كان في ميس باس كبير جدا من لعيبه مش متعوده على الميس باس. بنتكلم على عمرو السوليه، بنتكلم على قفشه، بنتكلم حتى الخروج بالكره من ورا، كان في بعض الصعوبات، مش صعوبات على المستوى التكتيك، لكن صعوبات على المستوى البدني. لما يكون لعيب الكره مجهد مفيش شك بيكون الامور صعبه جدا عليه في الملعب، وانت بتلعب بعد يمكن رحله سفر طويله جدا جدا. كل دي ظروف اكيد بنعذر فيها اللعيبه، بنعذر فيها الجهاز الفني اللي بيحاول بقدر الامكان انه كمان يعمل الروتيشن ويعمل الاستشفاء وكل الادوات اللي تخلي اللعيب جاهز للمباراه. لكن مباراه سان داونز خلاص مباراه للنسيان، كان ليها اسبابها، كلنا عارفين اسبابها، وزي ما بقول لحضراتكم الاجهاد كان واضح جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي. قفلنا صفحه سان داونز كالعاده، ولكن ان شاء الله بكره عندنا مباراه كبيره جدا جدا على مستوى ان شاء الله الوصول طبعا لاعلى نقطه والوصول للمباراه النهائيه والبطوله. جماهير النادي الاهلي منتظره ال11، والاداره واللعيبه والجهاز الفني كلنا منتظرين ان شاء الله الفوز بهذه البطوله عشان نحقق رقم ما حصلش قبل كده في افريقيا، انك تحصل على البطوله الافريقيه 3 سنوات على التوالي، انجاز جديد ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. كمان النهارده زي ما بقول لحضراتكم يعني عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها، طبعا مع الناقد الرياضي سعيد علي هيكون معانا
بعد يعني بعد الفقره الاولى وبعد الانترو هنتكلم في كل حاجه. زي ما بقول لحضراتكم كمان على مستوى الكره العالميه، يعني بنتكلم على تشامبيونز ليج، بنتكلم على مباراه، وانا بتكلم مع حضراتكم كمان دلوقتي هتكون في مباراه مهمه جدا جدا على مستوى اليوروبا ليج ما بين برشلونه وجلاتا سراي ونجمنا مصطفى محمد وتواجده في هذه المباراه الكبيره. عندنا حاجات كتيره جدا جدا. هنتكلم كمان على الدوري الالماني، فريق بروسيا دورتموند بيقرب بشكل كبير جدا للبايرن. زي ما كنا بنتكلم على يمكن الدور الاولاني من البريمير ليج كنا بنتكلم خلاص الامور محسومه للمان سيتي، ولكن دلوقتي كمان على مستوى الدوري الالماني، الدوري الالماني يمكن دورتموند قلص الفارق مع بايرن ميونخ الى 4 نقاط. حضراتكم بتشوفوا دلوقتي طبعا مباراه دورتموند والفوز امبارح 1-0 على فريق ماينز. طبعا فريق ماينز من الفرق يعني المتوسطه، خلينا نتكلم في منتصف الجدول، لكن كمان نزول هالاند زي ما انتم شايفين والصوره على نجم كبير جدا تتهافت عليه كل الانديه العالميه. هالاند متواجد مع دورتموند، دورتموند طبعا يعني بيضيق الخناق زي ما حضراتكم شايفين على بايرن ميونخ في البوندسليغا، ويتقلص الفارق ل4 نقاط. يمكن زي ما بقول لكم هالاند اللي شايفينه مع حضراتكم باول ما نزل بيضيع فرصه كبيره جدا، ولكن طبعا فيتسل لاعب بروسيا دورتموند في الدقيقه 90 في نهايه المباراه بيحرز هدف، الهدف الغالي، هدف مهم جدا جدا لدورتموند. زي ما بقول لحضراتكم شبيه شويه بحاله، يعني بنتكلم على الدوري الالماني الصراع ما بين بايرن ودورتموند. كان يمكن في بدايه الدور الاولاني كان البايرن مكتسح، وكان يمكن فرق النقاط وصل ل9 أو 11 نقطه ما بينه وبين دورتموند. امبارح دورتموند بيقلص الفارق ل4 نقاط. زي ما هنروح للبريمير ليج من خلال فقراتنا النهارده ونشوف قد ايه الصراع القائم والحاد جدا ما بين طبعا المان سيتي وليفربول بعد فوز كبير لليفربول وفوز مهم جدا 2-0 على الارسنال، واصبح الفارق نقطه واحده. طيب كمان من الاخبار النهارده على الساحه العالميه بنتكلم يعني على خبر ظريف كده، النجم الفرنسي كورت زوما ده طبعا لاعب ويست هام يونايتد كان نزل في او نزلوا له فيديو وهو كان بلغه الكره بيشوط قطه. طبعا يعني الموضوع خد ودخل المحكمه بسبب هذا الفيديو، والجمعيه الملكيه لمنع القسوة على الحيوان بموجب القانون عملوا يعني قضيه لهذا اللاعب. وزي ما بقول لحضراتكم كمان نادي ويست هام يونايتد كان عامل غرامه ماليه على هذا اللاعب، والامور وصلت للمحكمه، يعني الامور وصلت للمحكمه، وويست هام غرم اللاعب بمبلغ كبير جدا جدا. وطبعا المدرب ديفيز مويس طبعا المدير الفني لويست هام بيشركوا اكيد في المباريات بشكل مباشر. ايه اللي هيحصل مع زوما؟ اللي طبعا زي ما بقول لحضراتكم المحكمه خلاص هتقول حكمها، والمحكمه هتقول ايه ده اللي هنعرفه خلال الايام اللي جايه. لكن طبعا مويس كمان يعني زي ما بقول لحضراتكم عايز يعوض فارق الهدف من مباراه الذهاب امام اشبيليا الاسباني طبعا في الاوروبا ليج. النهارده في مباراه مهمه بين طبعا ويست هام واشبيليا في ربع النهائي الدوري الاوروبي. ده طبعا على مستوى ويست هام ولاعيب اللاعب زوما اللاعب الفرنسي في البريمير ليج. كمان على مستوى الاوروبا ليج زي ما بقول لحضراتكم برشلونه النهارده يمكن خلاص يمكن المباراه خلال دقائق هتبدا ما بينها وما بين جلاتا سراي. المباراه الاولى كانت مباراه قويه جدا جدا على مستوى التكتيكي اللي جلاتا سراي اللي فاجئ الجميع باداء تكتيكي على المستوى الدفاعي بشكل كبير جدا بشكل اكثر من رائع، وقدر يحرز نتيجه ايجابيه طبعا في الكامب نو بالتعادل السلبي امام تشافي. تشافي طبعا القائد والمدير الفني لبرشلونه، لكن طبعا المباراه ستقام خلال دقائق، مباراه قويه جدا. ومصطفى محمد نجم مصر ونجم المنتخب المصري اللي شارك يمكن في 65 دقيقه من المباراه الاولى عمل اداء جيد على مستوى الهجومي، ولكن اعتقد النهارده كمان هتكون مباراه قويه جدا قويه جدا، لان في عدد كبير من الجماهير جلاتا سراي
متواجد في الاستاد وطبعا بيشجع بشكل هستيري، لان كمان فرصه كبيره جدا جدا لجلاتا سراي اللي بيعاني السنه دي بشكل كبير في الموسم او في الدوري التركي على مستوى برشلونه، على مستوى برشلونه تدريبات قويه جدا. اكيد المباراه كانوا يتمنوا طبعا الفوز في المباراه الذهاب، لكن طبعا دلوقتي يعني برشلونه عنده الاوروبا ليج، هي يعني المخرج الوحيد لموسم صعب جدا. بدايته طبعا كانت صعبه جدا من خلال الدوري الاسباني، ولكن تشافي اللي قدام حضراتكم بيعمل شغل كبير جدا، بيعمل معجزه مع برشلونه. برشلونه دلوقتي في المركز الرابع في الدوري الاسباني بعد ما كان متاخر ويتواجد يمكن في وسط الجدول، لكن طبعا تشافي والكتيبه والانتقالات والروح الجديده في فريق برشلونه اكيد ليها عامل السحر، اكيد كمان على العامل الفني زي ما حضراتكم شايفين تشافي توجيهاته وتصريحاته والتكتيك ودخول اللعيبه مميزه، والمزيج الحلو جدا اللي عامله ما بين الشباب الصغير، نتكلم على جافي اللي قدام حضراتكم سنه 17 سنه، الروح الموجوده دلوقتي في فريق برشلونه بتنعكس بشكل ايجابي جدا في الملعب، بتنعكس يمكن على اداء على الروح داخل الملعب بشكل كبير جدا، وبينعكس منفذ اهو بيضحك دلوقتي ايام ما كان كومان متواجد كان في يعني قلق كبير جدا وانقسام داخل الدريسنج روم، لكن شكل جديد لبرشلونه مع تشافي. يا ترى هيعمل ايه مع جلاتا سراي؟ جلاتا سراي فريق كبير، فريق قوي جدا على النواحي الهجوميه والدفاعيه، لكن طبعا يبقى كمان برشلونه يعني عنده امال كبيره جدا جدا. جلاتا سراي زي ما بقول لحضراتكم يعني في موقعه كبيره، عمل مفاجاه من وجهه نظر كثير من الناس انه بيتعادل مع برشلونه على ملعبه بنتيجه 0-0، واصبحت الامور 50-50 بالرغم بنتكلم على حجم فريق برشلونه ولعبته ونجومه، ولكن كمان يبقى المباريات في تركيا امام فريق جلاتا سراي، خاصه جلاتا سراي والضغط الجماهيري الكبير جدا وروح اللعيبه العاليه. نتمنى طبعا نشوف مباراه جيده على مستوى محبي طبعا برشلونه، يتمنوا وصول برشلونه لدور الثمانيه، لكن على مستوى المشجعين هنا في مصر وعلى مستوى مصر نتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا مصطفى محمد، ويكون ان شاء الله كمان يحرز النهارده هدف، لان ده كان هينعكس بالايجاب على مصطفى محمد. يعني بنتكلم كلنا ورا نجومنا المحترفين، ولما النهارده ان شاء الله مصطفى محمد يعمل مباراه جيده وممكن جدا يحرز هدف، وليه لا؟ مصطفى محمد لعيب كويس وعنده من المهاره وعنده من الامكانيات انه يقدر يحرز هدف في برشلونه، هينعكس على الروح المعنويه لمصطفى محمد، واكيد هينعكس بالايجاب على منتخبنا. فكمان بنتكلم يعني اكيد لازم نقول على مباراه مصر مع السنغال، الناس قلقانه شويه من مستوى اللاعبين، الناس قلقانه شويه من مستوى المحترفين، نخرج صلاح بره القصه، لكن كل ما يكون في مكسب وكل ما يكون في روح ايجابيه وروح معنويه عاليه خاصه للاعبتنا المحترفه بيعتمد عليهم كروش بشكل كبير جدا، ده اكيد هيدينا يعني وهيدي ثقه لفرقتنا ان شاء الله باذن الله يوم 25 هيكون في معركه وفي يعني مباراه فيصليه في تاريخ مصر على مستوى الوصول لكاس العالم امام السنغال، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. طيب في خبر كمان كان يمكن بوجبا اثناء مباراته مانشستر يونايتد امام اتلتيكو مدريد، في نفس اللحظه اللي كان فيها بوجبا متواجد في الملعب كان بيته بيتسرق، ويمكن هو خرج بعد المباراه ويمكن طلع تويته وقال كان يعني شيء مرعب جدا جدا وجود اطفالي في غرف النوم، وجود يعني بعض يعني حراميه دخلوا وكسروا الباب وتواجدوا، وقال تواجدوا لمده 5 دقائق داخل المنزل كان عباره عن رعب بالنسبه لاسرتي، وعقب يعني بوجبا انه كان يعني كان شيء صعب جدا وجود اسرته وزوجته، وكان والده كمان متواجد في المنزل، ولكن يعني الامور عدت على خير وما كانش فيه اي يعني اصابات او اي اعتداء على عيلته اثناء السرقه. وزي ما بقول لحضراتكم يعني المصايب لا تاتي فرادا، في اللحظه اللي يمكن كان كمان المين يونايتد
بيخرج من الشامبيونز ليج وبيتغلب من اتلتيكو مدريد. في نفس اللحظه كان منزل بوجبا بيتسرق، فزي ما بقول لحضراتكم يعني المصايب لا تاتي فرادا. لكن عقب بوجبا بعد طبعا بعد هذه الحادثه انه في جميع الاحوال الحمد لله، الحمد لله طبعا اهم حاجه اسرتي، ما حصلش اي حاجه لاسرتي، وكان شيء مرعب جدا وجود اطفالي في غرف النوم ووجود كمان حراميه داخل المنزل، ولكن الامور عدت على خير. عندنا اخبار كتيره جدا وعندنا كواليس كتيره جدا، لكن هاجي مع حضراتكم ونشوف الصحافه العالميه والصحف العالميه قالت ايه في المحترف. تعالوا نبدأ النهاردة الصحف العالمية بصحف أسبانيا، تحديد صحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على تأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكبير في إياب دور الـ 16 على ليفنتوس بثلاث أهداف للا شيء، وكتبت تاريخي. طبعا ده شيء تاريخي، هيستوريك طبعا، فوز كبير وفوز تاريخي لفياريال على اليوفنتوس النادي العريق. كمان الصحيفة تحدثت عن لقاءات الأندية الأسبانية في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، وكتبت عن لقاء جلاتا سراي وبرشلونة عبارة عن اختبار ناري لبرشلونة قبل طبعا زيارة سانتي برنابيو، وطبعا الكلاسيكو اللي كل الناس مرتقبة أمام برشلونة وريال مدريد في الأسبوع القادم أو الجولة القادمة من الدوري الأسباني. وكمان كتبت عن لقاء فرانكفورت وريال بيتيس، وكتبت بيتيس مطالب بيرمونتادا في ألمانيا. حضراتكم عارفين ان كمان ويست هام يونايتد واشبيليا، وطبعا كتبت التأهل لربع النهائي أولوية لإشبيليا. الصحيفة اهتمت كمان بتصريحات كارلوس أنشيلوتي طبعا المدير الفني لريال مدريد حول الكلاسيكو، وكتبت الكلاسيكو نهائي جدا. طبعا نهائي جدا، حضراتكم عارفين أهمية الكلاسيكو، ويمكن بشكل كبير يمكن كل الناس بتتكلم ان خلاص الدوري الاسباني هو دوري للملكي ريال مدريد. طيب صحيفة سبورت ركزت على لقاء جلاتا سراي وبرشلونة في طبعا دور الإياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، وكتبت للفوز. كمان تحدثت عن لقائي انترلاخت فرانكفورت وريال بيتيس وويست هام يونايتد مع إشبيليا، وكتبت ريال بيتيس من أجل معجزة في ألمانيا وإشبيليا من أجل الحفاظ على التقدم. الصحيفة اهتمت بتأهل فياريال على في نهائي طبعا دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس بعد الفوز 3-0 وفي إياب دور 16، وكمان تأهل تشيلسي على حساب ليل الفرنسي، وكتبت فياريال يحقق الإنجاز في تورينو ويتأهل لربع النهائي، وتشيلسي لم يترك أي حظ لفريق ليل الفرنسي. موندو ديبورتيفو الأسبانية صحيفة ركزت على لقاء جلاتا سراي وبرشلونة في الدوري الأوروبي، وكتبت الضغط التركي. زي ما أقول لحضراتكم الضغط التركي يمكن هو العامل الأهم في مباراة جلاتا سراي وطبعا برشلونة. كمان الجريدة تحدثت عن تأهل فياريال لربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز الكبير على اليوفنتوس 3-0، وكتبت الغواصات الصفراء تغرق يوفنتوس. كمان الصحيفة اهتمت بلقائي فرانكفورت وريال بيتيس وويست هام يونايتد مع إشبيليا، وكتبت يعني تحدي أوروبي مزدوج لإشبيليا. اهتمت الصحيفة كمان بريال مدريد قبل الكلاسيكو، وكتبت كريم بنزيما سيكون مشكوكا في مشاركته في الكلاسيكو. وحتى الساعات الأخيرة طبعا كل الأنظار في طبعا في الدوري طبعا أو في أسبانيا أو في العالم على كلاسيكو الأرض ما بين ريال مدريد وبرشلونة. طيب نروح لفرنسا، ومجلة أو جريدة ليكيب الفرنسية ركزت على إقصاء ليل أمام تشيلسي حامل اللقب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، وكتبت البلوز الأبطال. كمان تحدثت عن فياريال وتأهلها لربع النهائي بعد الفوز الكبير 3-0 على اليوفنتوس، وكتبت يوفنتوس تغرق بشكل حاد. طبعا غرق اليوفنتوس بشكل حاد
ده كان عنوان الصحيفة. كمان الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وبورتو في إياب دور 16 للدوري الأوروبي، وكتبت أولمبيك ليون بوجهين، نطير نروح لإيطاليا وجريدة توتو سبورت الإيطالية ركزت أكيد على إقصاء يوفنتوس من دور 16 لدوري أبطال أوروبا أمام فيا ريال، وكتبت صفر يوفنتوس، زيرو يوفي، صفر للنادي طبعا يعني نادي اليوفنتوس اللي زي ما بقول لحضراتكم كان مفاجأة كبيرة جدا جدا لخروج اليوفنتوس لهذا النادي العريق على أرضه وسط جمهوره، لكن بنتيجة 3-0، والنتيجة كانت في زيادة، يعني اللي متابع المباراة كان ممكن جدا جدا المباراة تخلص 4-5-0 صالح فيا ريال، ويعني الجرايد والصحف الإيطالية كتبت فضيحة فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لفريق عريق اليوفنتوس وخروجه من الشامبيونز حتى على مستوى السيريا. اليوفنتوس بيمر بمشاكل كبيرة جدا، أليجري طبعا المدير الفني القدير يمكن كان حزين جدا بعد المباراة، وكان في خضة، كان في صدمة قبل نهاية المباراة بأربع دقايق، خلاص تبص في الملعب، الملعب فدي، يعني كل جماهير اليوفنتوس غادرت الملعب وغضبا، وكان في غضب كبير جدا جدا على اللاعبين وعلى الإدارة، لأن اليوفنتوس أكبر من أنه يحصل فيه هذا الموقف. اليوفنتوس بيمر بأزمة كبيرة جدا، كمان الكرة الإيطالية بتمر بأزمة كبيرة جدا، تتخيل ان مفيش ولا فريق من الدوري الايطالي متواجد في الشامبيونز ليج، وغير كمان متواجد في اوروبا ليج، يعني بعد خروج نابولي من برشلونه خلاص الكره الايطاليه في مشكله كبيره جدا جدا. كل ده هنتابعه مع حضراتكم، كمان هنتكلم على الكره الايطاليه بشكل خاص، لكن كل دوت يعني من خلال فقراتنا. وكمان الفقره الاخيره مع نجم التحليل الكره العالميه محمد الباز، وعندنا يعني فقرة مميزة جدا، المان سيتي، هنشوف ايه الفرق ما بين ليفربول والمان سيتي، ليه المان سيتي وخاصة مع جارديولا بيشتغل بشكل خاص جدا، وهناخد يعني من خلال الصور ومن خلال الأرقام والتحليلات ازاي جارديولا بيعمل هذا الشكل الرائع لكرة القدم، وازاي بيشتغل مع لعيبته، وازاي بيضغط بشكل كبير، وازاي بيحرز أهداف، وازاي بيبني من تحت. فكل ده من خلال طبعا ان شاء الله فقراتنا هنا في المحترف. لكن سريعا نروح لفاصل، بعد الفاصل طبعا معانا الناقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم في كل المحاور بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم معاه في كل المحاور على المستوى طبعا البطوله الافريقيه، على مستوى البريمير ليج، كل محاور النهارده هنتكلم فيها مع ناقد متميز جدا دايما بيشرفنا في قناه النادي الاهلي. سعيد علي مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، منورنا. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي، منورنا سعيد. محاور كتيره جدا جدا، و الاحداث على مستوى كره القدم في العالم متسارعه جدا، خاصه بنتكلم على المستوى الاوروبي، كمان على مستوى الافريقي نتكلم. صحيح. على فرقتنا مراحل الحسم، اكيد مراحل الحسم، ويمكن الاسابيع او الاسبوع العشرة ايام الجايين اسبوع فاصل في طبعا الكره العالميه على مستوى تصفيات كاس العالم، ويعني الملحق الاوروبي كمان عندنا على مستوى منتخبنا، وكمان على مستوى نادينا النادي الاهلي اللي عنده مباراه مهمه جدا بكره. قبل ما نتكلم على مباراة المريخ بكرة، مباراة أكيد مهمة جدا، عايز أخد رأيك في مباراة سان داونز. النادي الأهلي قدم مباراة على المستوى الفني متوسطة، أسباب الخسارة إيه أمام سان داونز؟ بص يا كابتن هاني، يعني في الحقيقة يعني أنا هقول تعبير مش مبالغ فيه، أنا شخصيا شعرت بإرهاق من إرهاق لعيب الأهلي. الحالة اللي عايشها لعيب النادي الأهلي أنا شخصيا حسيت بالتعب بتاعهم وانت بتتفرج عليهم، ولما بنقول ان ارهاق دي لا شماعات ولا مبررات ولا كلام منطقي جدا، وحضرتك لاعب كوره وعارف ده كويس جدا. صحيح نادي الاهلي طوال عمره بيتعرض لضغط مباريات، صحيح نادي الاهلي بيشارك وينافس على كل البطولات، لكن ولا مره في تاريخ النادي الاهلي ولا في تاريخ اي نادي في العالم بتلعب في بطوله قاريه بحجم امم افريقيا ثم بعدها ب 24 ساعه بتلعب ببطوله بحجم كاس العالم للانديه، يعني انت بتلعب
بطولتين في نفس الوقت، دي ما حصلتش في التاريخ ابدا، مستحيل. كان بتقابلني بعض التساؤلات، الناس تقول لك انت بتتكلم عن 3 4 لعيبه في المنتخب، باقي اللعيبه المفروض مش مجهده، لكن الكلام ده انا بشوفه منافي للمنطق تماما، لانك لما بتتكلم عن اولا مثلا لاعب زي محمد عبد المنعم بحاله الارهاق اللي هو عايشها، و120 دقيقه في 4 مباريات متتاليه في افريقيا، وجاي يلعب ثاني يوم كاس عالم للانديه، غايب جنبه بدري بانون قلب الدفاع الاهم في السنوات في السنه الماضيه، وايمن اشرف، تتكلم عن اكرم توفيق اللي غايب ثم انضم ليه محمد هاني، تتكلم عن عمرو السوليه، وتتكلم عن حمدي فتحي، حاله الغياب اللي هم بيعيشوها. فكل هذه الاعمده لما تكون متاثره او غايبه، فاكيد اكيد قفشه او عبد القادر او اي لاعب اخر هيتاثر. اكثر من 50% من قوام الفريق متاثر بفعل الاجهاد او الاصابه، فبالتالي ما تطلبش من الافراد انهم يؤدوا اعلى ما عندهم طالما المنظومه كليا بتواجه هذا او هذه الصعوبات الكبيره جدا. فانا بشوف ان النادي الاهلي دفع ضريبه ان مفيش مباريات اتاجلت، غير منطقي بالمره ان النادي الاهلي يتعرض لهذا الكم من المباريات. كل المباريات برضه سعيد على زي ما انت بتقول، مباريات مهمه جدا، مباريات قويه على المستوى الافريقي، على المستوى المحلي كمان، بتلعب بيراميدز، والنادي الاهلي تحديدا جمهوره ما بيسمحش ان انت تعصب مباراه. بالظبط، انا كنت لسه هتكلم انك ممكن تكون بتلعب في احد الانديه الثانيه، بيكون الامور يعني ممكن تعدي مباراه، تكسر مباراه، تعدي مباراه، تعدي بطوله كمان، في انديه بتعدي بطولات، بتخرج من بطولات عادي. انت مطالب في جميع الاحوال وجميع المباريات، سواء على مستوى الدوري، على مستوى البطوله الافريقيه، انك بتحقق مكاسب. وده ياخدنا لنقطه ثانيه مهمه، ان ده دفع مستر بيتسون موسيماني طوال الوقت انه بيستبدل طرق لعب. هو الراجل مش عارف يثبت شكل وخطه معينه ليه؟ لان هو يهمه بالدرجه الاولى انه ما بيخسرش المباراه، مش انه يطبق فلسفه لعب، فبالتالي بيبدل كتير عشان الفرقه ما تخسرش نقاط قوي. فده برضو بيأثر على اللاعبين. انت النهارده لما تلعب قفشه مره جناح ومره في العمق ومره مهاجم، اكيد هيأثر عليه، عدم الثبات ده بيأثر عليه، فبالتالي أثر على الافراد. فبشكل واضح جدا جدا الاهلي خرج من المرحله الصعبه في الموسم، او اقترب من الخروج من المرحله الاصعب في الموسم باقل الخسائر واكبر المكاسب، كونك قدرت تتحقق برونزيه مونديال العالم، تتصدر الدوري، وبتهزم المنافس المباشر ليك على القمه بيراميدز، ونتيجه كبيره جدا 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 في وقت كل الناس بتشوف الموضوع في سياق تاني او في اتجاه تاني، ثم ان شاء الله انت قريب جدا جدا. انت متواجد ومتواجد بقوه في البطوله الافريقيه، في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي انت على كل المستويات قدرت تخرج من اصعب مرحله باذن الله من الموسم باكبر المكاسب، وده يخليك تتفائل جدا جدا انك وانت في اسوأ احوالك بتحقق هذه المكاسب، فماذا سيكون الحال عندما تكون في افضل احوالك؟ ده اللي احنا ان شاء الله متفائلين بيه في المرحله اللي جايه. طيب انت بتتكلم ان النادي الاهلي حقق مكاسب كتيره جدا رغم طبعا الظروف الصعبه اللي بيمر بيها، وخساره مباراه في وسط بطوله اعتقد مرت علينا سنوات كتيره طبعاً. جدا في البطوله الافريقيه طبعاً. منها طبعا البطوله اللي فاتت واللي قبليها، لكن يبقى مباراه الغد مباراه مهمه، لان خلاص انت دلوقتي الموضوع مش مستحمل كمان. صحيح. يعني انت الامور في ايديك، عندك مباراه امام فريق اعتقادي الشخصي فريق متوازن، مش هنقول فريق قوي جدا لكن فريق متوازن، ودايما الفريق المتوازن والفريق اللي ما عندوش حاجه يخسرها ده بيكون خطر جدا يعني. صحيح. فانت ايه رايك في مباراه بكره النادي الاهلي امام النادي المريخ؟ طب خليني اقول لك يا كابتن هاني برضو، يعني انا شخصيا من اول ما شفت المجموعه ومن قبل ما يحصل الاحداث اللي حصلت فيها، انا كنت بشوف مجموعه الاهلي هي الاصعب على الاطلاق، لانك اولا معاك المنافس الاقوى على اللقب هو صن داونز، ثانيا انديه المستوى الثالث والرابع، انت لما يجي لك قطبين الكره السودانيه بجماهيريتهم بحالتهم المعتاده في بطولات افريقيا، صحيح ما بيحصلوش بطولات لكن طول الوقت هم بيبقوا انداد اقوياء جدا في المباريات الافريقيه. بعد البدايه اللي احنا شفناها، انا بشوف نادي المريخ السوداني او فريق المريخ السوداني بما قدمه من نتائج واداء سواء الاهلي او صن داونز في حاله اخرى، ان لم يكن متواجد مع اقوى فريقين في افريقيا الاهلي وصن داونز كان هيبقى موجود في دور الثمانيه. انا متاكد او على يقين كامل ان الفريق ده كان هيصعد للدور التالي لو مش مع الاهلي، لو في اي مجموعه ثانيه، لو اي مجموعه ثانيه، لان المجموعات الثانيه لا اسهل بكتير جدا، لكن هو وقع مع اصعب فرقتين في افريقيا، البطل والمنافس المباشر بتاعه في السنوات الاخيره الاهلي وصن داونز، فبالتالي صعب المهمه. وده يخليك تقول انك قدام ند قوي منظم زي ما حضرتك قلت يا كابتن، ما بيلعبش بشكل عشوائي، ما بيبالغش في الدفاع والتكتل والاستسلام، لا بيحاول يطلع. يعني المريخ مش شخصيه دفاعيه بالشكل اللي احنا بنشوفه في فرق افريقيا او حتى فرق الدوري المصري اللي طول الوقت بتواجه الاهلي بتكتل غريب جدا، وده شفناه يمكن في المباراه الاولى في الوقت
قادر يعمل فيه استحواذ، قادر لعيبه الكوره عندهم لعيبه كوره تقدر تعمل استحواذ هو بينزل يضغط وسط الملعب. صحيح بينزل يضغط وبيحاول يبادلك التحكم في الريتم، يحاول يبادلك الحيازه، فده فريق جريء، فريق عنده المبادره، وبيظهر ده من تصريحات مديره الفني اللي طول الوقت بيقول لك انا عايز اعلق برضو يا سعيد على اللقطه اللي شايفينها قدامنا على الشاشه، ان كابتن محمود الخطيب اكيد يعني بيتواجد في اللحظات المهمه جدا، ووجوده مع الفرقه اكيد بينعكس بشيء من الايجابيه الكبيره جدا. من هو طبعا بيدي الثقه اكيد للعيبه وبيقول لهم انتوا لعيبه كبيره وانتوا اتحملتوا مسؤوليه في اوقات اصعب من كده. الكابتن محمود الخطيب عايز اعرف برضو رؤيتك للتواجد بشكل مباشر في الاوقات اللي كان لازم الكابتن محمود الخطيب يكون موجود فيها، بروح الكابتن محمود الخطيب كلاعب كره وبمسؤوليات الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي. يعني في الحقيقه الكابتن محمود الخطيب في الفتره الاخيره او السنوات الاخيره بالتحديد دوره في التاهيل المعنوي والتواجد الدائم مع اللاعبين لافت وملحوظ جدا، ومش محتاج لاي يعني كلام خالص، بشكل كبير في كل المحطات الصعبه اللي النادي الاهلي بيواجه فيها تحديات دايما دوره في تخفيف الاعباء على اللاعبين بتلاقيه متواجد. هو مش بس بيشتغل على المنظومه بشكل فردي او بشكل منفصل، لا، الفتره الاخيره بيدخل مع الافراد. يعني مثلا حسام حسن لما تعرض لحاله ان هو بينزل في اخر دقيقه وعيط وزعل، شفنا تاني يوم كابتن خطيب في التدريب مع حسام حسن. ما دي اللي بتكلم عليها بقى، دي بشكل فردي، دي روح لاعب الكره، لان صحيح. الكابتن محمود الخطيب بيحس لعيب كبير، لعيب على مستوى عالي جدا، ويعني عنده من الخبرات كلاعب كره خبرات كبيره جدا، ومر باوقات صعبه كتيره جدا واوقات فرح كتيره جدا، فهو حاسس بده. صحيح. احساسه باللعيب ده جزء. وخليني اتكلم كمان على مستوى الاداره، ان في خلال الفترات اللي كان فيها بعض الاشاعات على تجديد عقد موسيماني، كان الاداره ماشيه بخط اكتر من رائع، سبورت جدا للراجل. اختيار توقيت الاعلان على التجديد لموسيماني كان في توقيت مثالي جدا، قبل مباراه سان داونز، بيقول للناس ان الموضوع مش مرهون بنتيجه مباراه، ان النادي الاهلي بيعمل وفق خطه وشكل استراتيجي، مش بيعمل بشكل متقطع. فبالتالي ده واضح جدا جدا جدا. كمان انا عايز اشيد بكابتن محمود في نقطه معينه، انه من المفترض في هذه السن انه ينتقل لمرحله المستشاريه، اللي هو في المدرج اللي فوق قوي بيدير من فوق، لكنه كونه بيغوص في تفاصيل التفاصيل في هذه المرحله، فده بيقول لك قد ايه هذا الرجل شغوف بعمله، قد ايه طوال الوقت هو متعمق في كل التفاصيل، ما بيفوتش حاجه كبيره جدا، وطوال الوقت هو بيطلع يتحمل القرارات المصيريه والكبيره عنده الكره والشجاعه ان هو يعمل ده، ولا مره خلال السنوات الاخيره خسر رهانه. فبالتالي ده بيزيد ثقتك اكتر في المجموعه، بيزيد ثقتك اكتر في الفريق، وان شاء الله يجني ثمار ده. ده بينعكس اكيد بشكل ايجابي، يعني بينعكس اولا، يعني الواحد فاكر هو كان بيلعب كوره، ويمكن رؤساء الانديه بتنزل الملعب، وكان المسؤولين بتيجي، وبيبقى فيه اهتمام كبير جدا من الناس المسؤولين عن الفريق. هقول لك ان ده بيدي اولا اكيد مسؤوليه، وكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني عندهم قدر كبير من المسؤوليه، كمان بيديك حوافز، كمان بيديك استقرار، وبيشيل الضغوط من على اللعيبه. استقرار، برافو عليك. صحيح. استقرار كمان. يعني لحظه اعلان تجديد موسيماني ده نوع من انواع الاستقرار، ان حتى ما فيش فكره تيجي في دماغ لعيب هو المدرب قاعد ولا ماشي، يعني حتى الجزئيات الصغيرة، ودايما بنقول في الكورة الديتيلز والحاجات الصغيرة جدا هي دي اللي بتفرق. صحيح. نادي كبير عن نادي آخر يعني. صحيح. وبالمناسبة كمان يا كابتن، فكرة التجديد لبيتسو موسيماني أمر صعب جدا، يعني مش زي ناس متخيلة إنك بالسهولة إنك تجدد لمدير فني حاصل على 2 دوري أبطال أفريقيا بشكل متتالي وبيقدم هذا الشكل القوي، ومدرب بيحاصر أو محاصر طوال الوقت بالمغريات الماديه. صحيح. اللي بتخليه بيتلقى عروض بثلاث واربع وخمس اضعاف اللي انت بتقدمه، فالتجديد ليه امر مش سهل خالص زي ما الناس ممكن تتصور. فبالتالي لا، انت بشكل مخطط قدرت ان انت تجدد في التوقيت المثالي. انا بشوف اعلان النادي الاهلي على عن تجديد لمستر بيتسو موسيماني، وكمان انك طوال الوقت منفصل عن الجمهور، يعني اللي صحيح. هو انت لما تيجي تدير ما ينفعش تتاثر بالسوشيال ميديا وبالضغوط الجماهيريه. الحاجه الجماهيريه في اي مكان في العالم، كل الادارات اللي بتسيرها الجماهير والراي العام الخاص بها كلها نتائجها سلبيه جدا. النادي الاهلي طول عمره
طول عمره كابتن محمود الخطيب هو امتداد لهذه المدرسه. صحيح. بيشتغل بشكل مستقل جدا عن فكره الجمهور عايز ايه ورايح فين. يمكن في فتره من الفترات حصل انقسام عن على حوالين مستر بيتسو موسيماني، لكن طوال الوقت الدعم كان موجود. كل البيانات اللي كانت بتصدر النادي الاهلي، الموقف الرسمي للنادي الاهلي اللي كان بيصدر طوال الوقت ان نحن داعمون، نحن نثق بكم دائما. فطوال الوقت النادي الاهلي بيجني ثمار ده، ان انت بتشتغل بشكل منفصل وبتخطط وبشكل علمي. فبالتالي هو ده الفارق اللي حاصل للنادي الاهلي عن كل منافسيه، سواء داخل القاره، سواء داخل مصر او في القاره عموما. انا بتفق معاك تماما، لان الفصل ما بين الاجراءات والمشاكل، مش هقول المشاكل، لكن الاجراءات الاداريه بشكل كبير، كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد ليه دور كبير جدا في فصل اللعيبه اولا بشكل كبير. كمان خلي بالك الضغوط اللي على اللعيبه دلوقتي اكتر من اللي كانت احنا كمان علينا زمان. يعني احنا زمان كان ما فيش سوشيال ميديا بشكل كبير. السوشيال ميديا دلوقتي زي ما قلت ودايما بقول انها بتعمل ضغوط كبيره جدا على اللاعب. اللاعب الذكي اللي هو يستفيد من السوشيال ميديا وما يحطش نفسه في بؤره السوشيال ميديا، ولكن يستفيد منها بالشكل الايجابي. صحيح. النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كمان السبورت كبير جدا 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 للعيبه، اعتقد ده كان ليهم دور كبير جدا. تعالى انا وانت سعيد نشوف ترتيب مجموعه طبعا النادي الاهلي، المجموعه الاولى قبل انطلاق طبعا المباراه مهمه جدا ما بين النادي الاهلي والمريخ السوداني بكره ان شاء الله. طبعا صن داونز في الصداره وضمن التاهل ب 10 نقاط، النادي الاهلي في المركز الثاني 4 نقاط، الهلال السوداني 4 نقاط، والمريخ السوداني 4 نقاط. المجموعه زي ما بنقول خلاص صن داونز يستحق الصداره بشكل او باخر. صحيح. لكن يبقى مباراه بكره، وعندنا كمان مباراه امام الهلال السوداني. هو خلينا نقول ان الشكل والترتيب اللي حصل ده لولا الظروف الاستثنائيه اللي مرينا بيه كان من المستحيل ابدا ان يكون الفارق ما بين الاهلي والمتصدر 6 نقاط. لكن احنا اتفقنا على ان احنا بنمر بمرحله صعبه وبنخرج منها باقل الخسائر واكبر المكاسب ان شاء الله باذن الله. فبالتالي انا بشوف ان النادي الاهلي قادر على حصد 6 نقاط امام المريخ وامام الهلال السوداني، والتعامل مع المرحله اللي بعدها بشكل مستقل عن المرحله دي. انا بشوف الى الان رغم ان فريق المريخ بيلعب بشكل منظم ورغم ان الهلال بيلعب بشكل منظم ايضا، لكن تبقى هناك فوارق سواء على المستوى الجماعي او حتى على المستوى جوده الافراد. جوده افراد النادي الاهلي طبيعي اعلى بكتير من المريخ واعلى من الهلال. وخلينا اقول لحضرتك رغم ان احنا الحاله البدنيه اللي احنا مش في افضل حاله في المباراه الاولى مع المريخ كنا قادرين نكسب 4 و5 لولا كنت عايز السؤال كان مرتبط بالمباراه الاولى وكم الفرص اللي ضيعناها في مباراه المريخ الاولى، و كيف نتعامل مع النقطة ديت بقى من خلال مباراة بكرة. لأن مباراة بكرة مباراة في اعتقاد الشخص أنك من الضروري أنك تحسمها بدري، ومش معنى أنك تحسمها بدري أنك تفتح خطوطك وتهاجم بكل خطوطك من الأول، لكن يكون في توازن ولكن في إصرار من أول ربع ساعة. بيبان النادي الأهلي يا سعيد في المباريات اللي زي دي أنه هو أول ربع ساعة بتحس لا النهارده هنكسب، ده احساس. صحيح. الجماهير طبعا. هو يمكن احنا عملنا ده في مباراه الذهاب ان احنا بادرنا بشكل مبكر، يعني بعد عدد مباريات متتاليه بان احنا بنلعب بثلاثه ارتكاز او بثلاث مدافعين، لا غيرنا الاربعه، رجعنا الاربعه 2-3-1، وعملنا مبادره قويه جدا في انطلاقه المباراه ان انت بتهاجم بعدد كبير. يمكن عانينا في بعض الاوقات من غياب الادوار الدفاعيه لبعض اللاعبين، يمكن عانينا برضو من عدم جاهزية بيرستاو بشكل كامل بدنيا. صحيح. يمكن بيرستاو انت كنت بتوظفه في بداية الموسم في مركز المهاجم، فأدواره الدفاعية كانت قليلة ومحدودة. فبالتالي لما انت دفعت بيه كمركز جناح وطلبت منه انه يلعب تحت شوية في نص ملعب شوية قدام يجمع ما بين الأدوار الدفاعية والهجومية، فده استهلكه بدنيا كتير وما خلاهوش بيقوم بالدور الدفاعي بشكل كامل. أثر علينا شوية في ان المريخ لقى مساحات وقدر يسجل يعني أخطاء بسيطة جدا جدا نقدر نتداركها، واعتقد ان ده هيبقى درس لينا بكرة ان احنا ازاي واحنا بنهاجم بنفس القوة بنفس الشجاعة بنفس الجرعة شخصية النادي الأهلي المعتادة، ان احنا نكون حذرين في التحولات. كل لاعب يكون ملتزم بدوره. اعتقد ايضا ان موسيماني تدارك اخطاء او هيتدارك بعض الامور اللي وقع فيها. هيكون من رايك كده طبعا، يعني اكيد موسيماني الادرى بالتشكيل الامثل، لكن نرجع تاني للطريقه. الطريقه وانت قلت من خلال كلامك ان اعتقد من ميزه موسيماني ان هو عنده اكتر من يعني محفظ لعيبته اكتر. تقدرش تفهم يلعب بايه اكتر من طريقه، يعني ممكن. صحيح. يلعب 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 3-4-3، فكل دوت شيء ايجابي ان اللعيبه تعرف تعمل ده.
المش ايجابي انك في كل ماتش تلعب بطريقه، ده صحيح. ده شيء مش ايجابي، لكن ايه الطريقه الامثل بكره امام فريق زي ما بقول لك فريق يعني مش خسران حاجه وبيلعب قدام بطل افريقيا، وبالتالي ممكن يكون عنده جراءه، ممكن يكون عنده شكل دفاعي ويعتمد على الهجمه المرتده، ممكن يعتمد على الكرات الثابته، كل ده وارد للمريخ، لكن الامثل للنادي الاهلي انا بشوف ان الطريقه الامثل للنادي الاهلي واللي من خلالها بيستطيع استغلال كل مقاوماته الهجوميه هي 4-2-3-1، وبشوفها انسب للمباراه دي علشان تعمل الكثافه العدديه في الثلث الاخير من الملعب وتبقى عندك القدره ان تهاجم باربع لاعبين. فبالتالي انا بشوف 4-2-3-1 هي الانسب مع الاعتماد على واحد من الاجنحه على الاقل، مش هقول الجناحين، يكون قادر على الالتزام بادوار دفاعيه، بمعنى ان انا بشوف ان احنا نلعب في بالجناحين احمد عبد القادر ثابت في الجهه اليسرى، وفي الجهه اليمنى واحد من طاهر محمد طاهر او حسين الشحات، لانه اقدر على انه يلعب الدور الدفاعي من بيرسي تاو. فبشوف ان بيرسي تاو يعني يؤجل دخوله في المباراه الى الجزء الاخير من المباراه على الاقل. ثنائي الدفاع بقى ثنائي الارتكاز في وسط الملعب عندك ثلاثه، عندك طبعا اكيد تختار مين من الثلاثه؟ انا بشوف حمدي فتحي وعمرو السوليه او ديانج وعمرو السوليه. عمرو السوليه لا غنى عنه لانه محتاج برضو اللاعب اللي هيعمل التكمله الهجوميه، اللاعب اللي بيتقدم بوكس تو بوكس يعني. انما بصراحه انت طول الوقت ما ينفعش او هتجد نفسك في حاله حيره شديده عندما تقارن حمدي فتحي او ديانج، لانك طول الوقت قدام اثنين سوبر ستار، اثنين طول الوقت توب فورم، اثنين طول الوقت عمرهم ما خذلوك ولا مره، فبالتالي انت وانت مطمئن بتشوف اي حد في الملعب منهم ما عندكش اي اعتراض على او اي شك في انه هيقدم 100% من اللي عنده. لكن انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا بميل اكتر او بفكر اكتر النقطه اللي احنا نهاجم بيها، نهاجم ازاي؟ نهاجم بثلاثه ولا نهاجم باربعه؟ فانا بشوف ان احنا محتاجين نهاجم باربعه لانها بتساعد محمد شريف قوي قوي، بتخليك تاخد اعلى ما عند محمد مجدي قفشه لما بيلعب بشكل حر وبيلعب سواء في طبعا هو عنده حريه في الانتقال يمين شمال، وهو دايما قفشه بيحب ده يعني، قفشه ما بي يعني مستواه بيقل شويه او قدراته بتقل شويه لما تحدد دوره اكتر تحدده في حته يعني. صحيح. فبالتالي انا بشوف ان احنا نقدر نستغل ده، وكمان زي ما قلنا محمد شريف بيستفيد جدا لما يكون حواليه العدد الكبير ده، لانه بيشغل المدافعين وبيوفر له هو المساحات اللي بيحتاجها ويدور عليها. فبالتالي احنا شفنا محمد شريف مع 4-2-3-1 في اخر اربع مباريات بيسجل ازاي، سجل عدد كبير، بيسجل كل مباراه، وفي مباريات سجل فيها هدفين. فبالتالي انا بشوف ان هو قادر برضو ان يكون متواجد بشكل قوي بكره لو لعبنا بنفس الشكل. الاوراق اللي بره بقى يعني دايما اكيد كل مدير فني بيكون عنده اوراقه بره، اوراق اللي هتساعده يعني. عشان كده انا بقول بيرسي تاو بره. ليه بيرسي تاو بره؟ لانه بدنيا مش جاهز يلعب 90 دقيقه. طب حسين ولا طاهر؟ طاهر برضو. انا شخصيا يعني بشوف طاهر يعني اقوى دفاعيا، يعني بيقدر يقوم بالدورين بشكل بيلتزم جدا جدا تكتيكيا ان هو يقوم بالدورين. حاليا يمكن حسين الشحات في بعض الاهتزاز في الثقه، يعني مش عايز احطه في مواجهه 90 دقيقة كاملة ومن البداية وحمل المسؤولية، يعني أجله شوية. كمان أنا بشوف إن طاهر عنده قدرة على كسب الثنائيات في برجله أوسع، قدرته على إن هو يتفوق في المواجهة الفردية، والشوتنج عنده أعلى، يعني تسديداته بتبقى أقوى بس أنا معاك في كل اللي بتقوله، بس يعني أنا كمان شايف طاهر لما بيكون ناحية الشمال أفضل، لأنه يعني تاني بنقول على مستوى 4-2-3-1 بنتكلم على طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر مش اشول، وبالتالي يبقى عنده شويه ديفو شويه ان هو يخش لجوه ويبدا يعمل الدبل باص او يستعمل رجليه الشمال اكتر. صحيح. فاكيد مطالب لو بتلعب 4-2-3-1 ان الجناح يخش لجوه عشان تفضي لمحمد هاني مثلا، او تفضي صحيح. لو حد من حتى وسط هو الملعب هو موسيماني بيعتمد على دي في الفتره الاخيره ان الجناحين لازم يلعبوا بالقرب من محمد شريف في القلب عشان يطلع الاثنين الظاهرين، متفق معاك جدا، وده يساعد طاهر اكتر ان هو يقرب من المرمى، ما بيبقاش يلعب على الطرف، يبقى جوه البوكس اكتر، يبقى جوه يعني. ويبقى مهاجم تاني يكمل مع محمد شريف في قلب الملعب في بعض الاوقات. فانا يعني شخصيا برجح كفه طاهر على حسين الشحات، وبشوف ان حسين ممكن يضيف في الجزء الثاني من المباراه، يعني يضيف اكتر لما تظهر مساحات، يستغل ذكائه في التمركز. صحيح. ويستغل ان هو بيقدر يوصل للجون بشكل سهل، وايضا نقدر نستغل جدا جدا تاو، لان تاو نزلت عند رايي بشوفه واحد من اللاعبين اللي عندهم
قدرات ومهارات استثنائيه واضافه كبيره مش بس للنادي الاهلي للدوري المصري، لكن هو بيمر بحاله تراجع بدني طبيعي، وزي ما قلنا تبديل ادواره من المهاجم للجناح وتطلب منه الادوار المزدوجه دفاعا وهجوما ده اثر عليه، هو لكن اكيد عنده الوقت اللي هيرجع تاني لحالته البدنيه وهيظهر امكانياته هترجع امكانياته لانه لاعب غير عادي. كل التوفيق اكيد لفرقتنا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بالفوز، وان شاء الله المشوار ال11 يكون مشوار باذن الله يتوج بالبطوله وتضاف بطوله غاليه لدولاب النادي الاهلي. هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل نرجع لطبعا يعني الشامبيونز ليج ابطال الدوري الاوروبي من خلال مباريات يعني مهمه جدا ومفاجآت كبيره جدا جدا هنتكلم عليها طبعا مع سعيد علي، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب مره ثانيه بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. سعيد، من بطولة أفريقيا لدوري أبطال أوروبا، مباريات قوية جدا، مفاجآت كبيرة جدا جدا، عايز أعرف رؤيتك الشاملة قبل ما نخش في التفاصيل والمباريات والمفاجآت. شفت مباريات يعني امبارح وأول امبارح إزاي؟ أو يمكن طبعا المباريات صارت بالشكل الطبيعي بتاعها، يمكن المفاجأة الوحيدة أو يمكن نقول المفاجأة الأكبر وداع يوفنتوس الإيطالي أمام فياريال. يمكن برضو اياكس امستردام واحد من الناس اللي انت تزعل ان انت تشوف الفريق ده بيخرج لانه بيعمل ماتشات وبيلعب كره قدم انت طول الوقت تستمتع وتتذوق كره القدم مش بس بتتفرج عليها، فبالتالي دول المفاجاتين. غير كده كل الامور صارت في سياقها الطبيعي، حتى مانشستر يونايتد انا بشوف ان خسارته كانت طبيعيه. هنتكلم بالتفصيل على كل دوت، كل مباراه بتفاصيل، لان كان في مفاجات كتيره حتى على مستوى الاداء ومستوى النتائج. لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير ده فيه طبعا سيطره الفرق الانجليزيه والاسبانيه لافضل 8 فرق على مستوى اوروبا المتواجدين في دور الثمانيه في بطوله او دوري ابطال اوروبا. نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. أسدل الستار مساء أمس على مباريات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية مبارتي تشيلسي مع ليل الفرنسي ويوفنتوس أمام فياريال الإسباني، وشهدت نتائج دور ال16 خروج بعض الأندية المرشحة للعبور إلى دور الثمانية وخاصة الرباعي باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام. وسيطرت الأندية الإنجليزية والإسبانية على بطولة دور أبطال أوروبا من جديد بعدما تأهلت 6 أندية من البلدين إلى دور الثمانية بواقع 3 أندية إنجليزية ومثلها إسبانية. وتواجد في دور الثمانية الكبار في أوروبا أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانية، إلى جانب العملاق البافاري بايرن ميونخ والعريق بنفيكا البرتغالي. وأثبت ريال مدريد من جديد أنه فريق بطولة ويعرف جيدا كيف يتقدم في المنافسة على الكأس ذات الأذنين الكبيرتين بعدما أطاح بالعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان بملايينه وكوكبة نجومه مبكرة خارج البطولة، تاركا نيمار وميسي ومبابي في حسرة متكررة مع لعنة الخروج الأوروبي. وعلى صعيد هدافي البطولة لا زال القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحلق في الصدارة متفوقا على الجميع، وخلفه الإيفواري سباستيان هالير الذي ودع فريقه أياكس أمستردام المنافسات، فيما ينافس على نيل لقب الهداف بقوة أيضا الثنائي المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما. الإثارة تتواصل حتى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا أحد بات يتوقع حاليا لمن تقرع الأجراس في النهاية في ظل النتائج المفاجئة التي حققتها الكثير من الأندية المشاركة حتى الآن. أكيد كانت مفاجآت كبيرة جدا من العيار الثقيل، وخلينا أقول لحضراتكم يعني كان كل الفرق اللي بتلعب على أرضها خرجت يعني يوم الثلاث وامبارح من بطولة دوري أبطال أوروبا. نتكلم عن مفاجآت كبيرة جدا جدا يا سعيد على مستوى النتائج، على مستوى الأسماء كمان صحيح. اللي خرجت. وخلينا يعني قبل ما نخش في مباراة عايز أعرف رأيك في خاصة اليوفنتوس، خسارة
بثلاث اهداف وكان ممكن تزيد جدا امام فياريال. تمام. خلينا كابتن نتكلم معاك بشكل عام قبل ما اخش على يوفنتوس ومباراه امس. التراجع الكره الايطاليه يمكن اتكلمنا عن زي ما حضرتك اتكلمت في مقدمتك النهارده وفي التقرير عن تفوق الانديه الانجليزيه والانديه الاسبانيه، يمكن بنعيد وبنكرر وبشوف بشكل دائم ان سر تاخر الكره الايطاليه هو تمسكها بهويتها او عدم ملاحق انها تلحق الحداثه الخططيه الكبيره اللي حصلت في الكره العالميه. يمكن بدا بشكل نسبي يتغير في الفتره الاخيره ان الكره الايطاليه تتحرر شويه من الكره المعتاده بتاعتها وبتلعب كره في بعض الانديه زي اتلانتا مثلا، نابولي ابتدوا يلعبوا الكره الشامله، الكره الحديثه، الكره اللي بتعتمد على الضغط العالي والاستحواذ. المنتخب ايطاليا ايضا تحرر بشكل كبير جدا لدرجه ان انت بنشوف كيليني في الثلث الاخير من ملاعب الخصوم في اليورو الاخيره وامام انجلترا بالتحديد في نهائي اليورو. فبالتالي رغم خساره يوفنتوس ورغم النتائج السيئه للكره الايطاليه هي مش وليده اللحظه، لكن انا بشوف ان في تقدم نسبي بيحصل في ايطاليا. حتى انتر ميلان السنه دي بشوفه قدام ليفربول عمل مباراتين هايلتين في الذهاب والاياب وبدا يعتمد على فكره البناء من الخلف، الضغط بشكل قوي جدا، الخروج بالكره كان قادر يعمل ده قدام اقوى فريق في العالم بيمارس الضغط. فانا بشوف الكره الايطاليه يعني نسبيا بدات تلحق بالحداثه التكتيكيه، لكن يوفنتوس بقى بالتحديد الفريق الوحيد انه مصر على نفس الشكل والاستراتيجيه. طب تعالى انا وانت نشوف النتائج. نتائج طبعا دوري ابطال اوروبا، يمكن الجوله اللي كانت يوم الثلاث والاربع والمفاجات الكبيره اللي حصلت زي ما بقول لحضراتكم، غياب طبعا فرق ايطاليا، لكن نشوف بقى النتائج كلها، نتائج الذهاب والاياب. وطبعا سبورتنج لشبونة طبعا كان خسر ده ذهاب والاياب 5-0 طبعا، ومانشستر سيتي على سبورتنج لشبونة، وكمان ريال مدريد ده اجمالي الذهاب والاياب، وطبعا اجمالي المباريات فوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان 3-2، ريد سالزبورج طبعا و 8-2 بعد ما كان النتيجه 1-1 وكان فوز البايرن ب 7-1 واصبحت طبعا الاجمالي 8-2. انتر ميلان بيخرج على ليفربول بنتيجه 2-1 مجموع المباراتين. فيا ريال والمفاجاه الكبيره باجمالي 4-1 امام اليوفنتوس. تشيلسي نتيجه متوقعه اجمالي 4-1 امام بطل فرنسا ليل. وطبعا مانشستر يونايتد والخروج امام اتلتيكو مدريد 2-1 طبعا بعد التعادل في مدريد، ولكن في طبعا المانشستر وفوز اتلتيكو مدريد 1-0. اياكس امستردام من مفاجات طبعا هذه البطوله خروجه من بنفيكا 3-2. لما نرجع ليوفنتوس يا كابتن هنشوف ان يوفنتوس زي ما بشرح لحضرتك كده وبنتكلم مع بعض، هو تاخر كثيرا في استبدال الاستراتيجي الايطالي اللي بيعتمد عليها في طوال عمره. صحيح. فبالتالي الاصرار على اختيار أليجري انا بشوفه تاخر او على الاقل بقاء في المنطقه المتاخره. يوفنتوس محتاج تغيير على مستوى المدرب بشكل كبير، محتاج ناس بتلعب كرة عصرية كرة شاملة. هنتكلم يعني على اليوفنتوس بالتفصيل يا سعيد، بس عايز اخد اول حاجة مباراة المان يونايتد واتلتيكو مدريد. يمكن بعد التعادل 1-1 هناك كان طبعا المان متأخر وعاد للمباراة. صحيح. كان يمكن كل الظروف او كل التكهنات او الرهانات راحت لصالح، كان في تفاؤل في معسكر يونايتد بشكل كبير خاصه بعد الفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي وهاتريك رونالدو، فكان في تفاؤل غير عادي. صحيح. والجميع اعتبر ان خلاص يونايتد عبر، لكن انا شخصيا كنت واثق جدا ان مش عايز اقول واثق ان يونايتد هيخرج، لكن واثق جدا ان اتليتيكو هيكون الطرف الاقوى، لان سيميونو لعبته والادوار الاقصائيه، سيميونو خرجه من فكره الدور الطويل وال 38 جوله والصراع مع منافسين اقوى منه بيلعبوا كره افضل منه، وحطه في حته الادوار الاقصائيه وخاصه في المحطات الاخيره، هتلاقي الراجل قادر يخلق لك صعوبات كبيره جدا، وفي النهايه انتصرت الاستراتيجيه الانسب للادوار الاقصائيه. طب عايز اخد من سؤال مهم جدا، فرقت جدا حسابات المدربين بعد الغاء الهدف اللوي بهدفين، انت شايف ده افضل حسابات المدربين اتغيرت بشكل كبير بالنسبه للنتائج؟ صحيح طبعا، هو بيبقى افضل عموما للمدرب الاشجع او الفريق اللي عنده الشخصيه الاجرى اللي هو قادر يهاجم بره وجوه. صحيح. وقادر يسجل في اي ملعب، ده بيلعب لما بيلعب على ملعبه ما بيبقاش حذر او متخوف من فكره ان هو يستقبل، ان هو قادر يسجل هدف واثنين وثلاثه، بيبقى خايف في النظام القديم كان بيبقى متخوف من استقبال هدف بهدفين في الحسابات، فبالتالي طبعا اكيد فرق. لكن يمكن سيميوني كان من الناس اللي بيستفيدوا من النظام القديم،
ولو قابل فرقه بحجم مانشستر سيتي في هذا التوقيت او بايرن ميونخ او ليفربول هيكون النظام ده مضر ليه، لان هو بيحاول طول الوقت ان هو يدافع ويخطف من هجمه واحده، فكان ده بيؤرق دايما المنافسين الكبار زي بايرن ميونخ وزي الانديه اللي بتلعب كره هجوميه زي مانشستر سيتي. فبالتالي اعتقد ان سيميوني يحب الفلسفه القديمه اكتر، لكنه مازال ند قوي جدا. ايضا بشوف ان يونايتد ما عملش اللي عليه، وبشوف ان رانجنينج اختار الفلسفه الغلط او اختار الاستراتيجي الغلط خلال المباراه، لما شفنا يعني بشكل عجيب جدا جدا اختار انه يبعد كريستيانو رونالدو عن منطقه الجزاء طوال الوقت. مش عارف هو كان بيستهدف ايه كريستيانو رونالدو، طول الوقت تقربوا من الصندوق ما ترهقوش كتير بره. مش بس كده، انا اشك انه اتفرج على اتلتيكو مدريد او فكر اتلتيكو مدريد بيلعب ازاي، لان طول الوقت اتلتيكو مدريد مش بيغامر بفكره انه يتقدم احد قلوب الدفاع، يمكن الثلاث مدافعين دايما ثابتين. يعني انت حتى لو المهاجم اللي هو رونالدو بتراهن ان هو يخلق لك المساحات لما يطلع لبره ويسحب احد المدافعين او قلب الدفاع، ده ما بيحصلش. اتلتيكو مدريد واحده من اهم العوامل اللي بتخليه طول الوقت في حاله امان دفاعي او بيصعب قدرتك على خلق الفرص ان الثلاث مدافعين ثابتين، لعبت مهاجم وهمي. انت لو اتكلمت على المستوى الدفاعي عندك طبعا ماجواير وعنده مشاكل كبيره جدا على مستوى الثقه وعلى صحيح. مستوى الاداء. لو بتتكلم على الشكل الهجومي راشفورد مش في مستواه، صحيح. رونالدو كمان مش عايزين يبقى كل العيب على رونالدو، رونالدو بيعمل مباريات جيده جدا. انا بشوف المنظومه بصراحه صحيح، المنظومه الهجوميه زي ما حضرتك اوضحت، لا المنظومه كليا هو اختار فلسفه غلط. وكمان يعني كنت لسه هاجي لحضرتك، المنظومه الدفاعيه منهوره بشكل مرعب لدرجه انك بتشوف خصم بيروح عليك ثلاث مرات بس، دي باول تسديد دي باول اللي تصدى ليها بشكل خارق دي خيه في بدايه المباراه، ثم الهجمه الثانيه هدف تسلل كان اتلتيكو قادر ان هو يتجنب هذا التسلل، واللقطه الثالثه لقطه الهدف. فده بيقول لك قد ايه ان انت اي حد او اي مهاجم او اي فرقه بتروح تقول سلام عليكم بتسجل. يعني انت فرقه توصلت ثلاث مرات فقط بهذا الشكل، تسديده من بعيد جدا وكره اوف سايد، والكره الثالثه هدف بيسجله الظهير الايسر لودي، ظهير ايسر بيسجل براسه من داخل الستة ياردة مع فريق اصلا بيعتمد كليا على شكل بالرغم الدفاع. ان حتى دي خيا دلوقتي مستواه افضل كتير جداً مع بدايه الموسم، وده شيء غريب ان انت في منظومه منهاره بهذا الانهيار الكلي مش الجزئي وامام قلوب دفاع متهاويه، يعني قلوب دفاع تشكك اي حد في نفسه وما تخليكش ابدا عندك اي ثقه في نفسك، ومع ذلك دي خيا بيقدم مباريات وبيقدم وقت استثنائي. ولولا وجود دي خيا انا بشوف ان يونايتد ما كانش هيكون صحيح. قادر بالاساس انه يلعب في بطولات اوروبيه. طيب قدامنا طبعا الاحصائيه، هناخد من الاحصائيه رقم كده، يعني انت بتتكلم على عرضيات اتلتيكو مدريد 5 عرضيات مقابل 16 عرضيه للمان يونايتد، وتلاقي النتيجه 1-0. ده خطا في التكتيك بالنسبه للرار في المدير الفني، انه عنده عرضيات كتيره جدا، ولكن يمكن التواجد في المناطق داخل ال 18 او الانتشار داخل ال 18، بتكلم على الانتشار الهجومي صحيح، يعني في ديفو كبير جدا لدرجه 16 عرضيه وما فيش ولا هدف. الرقم ده كابتن هاني يعني الرقم ده باختصار شديد جدا جاوب على اللي احنا قلناه، انت اخترت استراتيجيه تلعب عدد كبير من العرضيات في وقت انت بتعتمد على ان رونالدو بعيد. يعني انت بتلعب عرضيات لمين؟ انسب حد ليك او اقدر حد يلعب الادوار داخل الصندوق هو رونالدو، فبالتالي ابعاده عن المنطقه خلاك مش قادر تستغل هذا الكم الكبير من العرضيات. صحيح. الى جانب كمان يعني انت واحده من الرهانات اللي انت بتراهن عليها وبتعول عليها لما بتعتمد على مهاجم زي رونالدو بره الصندوق، انك توصل له الكره وهو جاي من ورا. يعني واحده من 3 عوامل بتعتمد عليها ان هو هيجي من تحت فالكره توصل له، فده ما حصلش حتى كمان. وكمان زي ما انت كنت بتقول على المستوى برضو من خلال الارقام، ان يجي عليك 3 فرص فيجي فيه جول مقابل انك عندك 5 فرص للمان سيتي، ف ده كمان بنشوف في الارقام ديت بيقول لك ان انت دفاعيا مش هجوميا، 3 فرص تيجي فيه جون ده رقم برضو كبير. يعني صحيح. اما تروح عليا مثلا 6 فرص هتجيب جونين، فبرضو المنظومه الدفاعيه متهاويه مرعبه. يعني صحيح. يعني على مستوى الجماعي وعلى مستوى الافراد هاري ماجواير يعني الموضوع تعدى كونه ازمه ثقه، الموضوع مرعب بشكل غير طبيعي. يعني ازاي لاعب هو الاغلى اغلى مدافع في العالم بهذا المستوى وهذا الاداء، وليه طول الوقت مفيش بحث عن حلول؟ يعني ليه متواجد في الملعب؟ يعني هنيجي للكلام دوت برضه يا سعيد، لكن انت كنت بتتكلم عن الكره الايطاليه وعدم وجود فريق في دوري ابطال اوروبا يمثل الكره الايطاليه، وعشان كده يعني يسعدنا كمان يكون معانا حد يتكلم عن الكره الايطاليه بشكل كبير، وخاصه لو كان مسؤول دلوقتي هو مسؤول في الكره الانجليزيه، هو المدير الرياضي لفريق
واتفورد الانجليزي، لكن كمان هو ايطالي كريستيانو جارييتا ده طبعا هيكون معانا عبر سكايب، وهنتكلم معاه في كل المواضيع ما يخص الكره الايطاليه وغياب الفرق الايطاليه عن دوري ابطال اوروبا، كمان نتكلم على الدوري الانجليزي بشكل اكتر موسع بشكل اكبر. طبعا كريستيانو بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير، مساء الخير على الجميع. أنا سعيد بتواجدي على شاشة ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم، واستغل هذه الفرصة بأطيب التمنيات لجماهير الشياطين الحمر بالتوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراة الشامبيونز ليج الأفريقي. كريستيانو شكرا ليك على تواجدك معنا على قناة النادي الأهلي. خليني أبدأ الحوار بيوفنتوس، إزاي شفت الهزيمة الكبيرة لليوفنتوس أمام فيا ريال امبارح بثلاث أهداف وعدم وجود أي فريق من الدوري الإيطالي في الثمانية أو الدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا؟ دعني أكون صريحا بكل صدق، لم أنتظر أن يهزم اليوفي أمام فياريال، أتحدث عن الهزيمة من الأصل، لكن أن يهزم اليوفي بثلاث أهداف مقابل شيء في اليانج ستاديوم في تشامبيونز ليج من فياريال وهو فريق على الورق ليس أكبر ولا أقوى من اليوفي، لكن للأسف اليوفي فرط في الفوز في مباراة الذهاب ودخل مباراة العودة بالأمس بطمأنينة، ولهذا اليوفي خسر المباراة لكن خسارة ثقيلة. دعني أقول عبر قناة الأهلي بالنسبة لبطولة الشامبيونز ليج، الفرق الإيطالية تعاني معاناة كبيرة جدا لم ننتظرها من جميع الفرق الإيطالية، لكن الفرق الإنجليزية هي أكثر نجاحا وأكثر قوة، وهذا يظهر في الفنيات الكبيرة للعب. ودعنا أقول لك ليس سهلا أن يفوز فريق إيطالي في هذه الأيام ببطولة الشامبيونز ليج، لكن الفرق الإيطالية لديها تكتيك عالي لكن لا يستطيعون أن يجاروا الفرق الإنجليزية الأخرى. على عكس التوقعات كريستيانو، كل الناس كانت متوقعة بعد فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020 أن يكون هناك طفرة في الكرة الإيطالية. هل مستوى الكرة الإيطالية وقدوم أو اقتراب التصفيات والملحق الأوروبي للكأس العالم في بعض المخاوف بالنسبة للجماهير الكرة الإيطالية ومحب الكرة الإيطالية في عدم تواجدها للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم القادم؟ القلق موجود، دعني أكون صريح، هناك قلق من مباراة البلاي أوف. لا أستطيع أن أنكر ذلك، مقدونيا الشمالية على الورق ليست أقوى من إيطاليا لكنها فازت في ألمانيا وتأهلت كثاني مجموعتها، إذن الرؤوس متساوية، يجب أن نحترم مقدونيا الشمالية قبل التفكير في المباراة الأخرى، مباراة البرتغال أمام تركيا، لكن أتمنى أن نفوز في الأول على مقدونيا الشمالية ثم نفكر في المباراة. القلق موجود ولكن يجب أن نأخذ مباراة ثم الأخرى، ويجب أن نكون صريحين مع أنفسنا، الكرة الإيطالية تعاني وهناك قلق من مباراة مقدونيا الشمالية أيضا، وهذه أشياء صعبة تمر بها الكرة الإيطالية. طيب بالنسبة لملف الكرة الإيطالية، من واقع خبرتك الكبيرة كمدير رياضي طبعا لواتفورد دلوقتي للسبورت دايركتور، ومن خبراتك السابقة، إيه اللي ناقص الكرة الإيطالية للرجوع مرة تانية لسابع عهدها؟ قبل كل شيء منذ 10 سنوات عندما كان اللاعبون الأجانب وعندما كان الدوري الإيطالي واجهة تجلب جميع نجوم العالم كنا الأفضل، لأن كانت لدينا أشياء كثيرة لن تجدها في البريمير ليج. ودعنا أقول لك، صلاح عندما كان اللاعب المصري عندما كان في السيريا في الدوري الإيطالي كانت أسهم الدوري الإيطالي في العالي. هل تعلم أن صلاح عندما غادر الدوري الإيطالي وذهب إلى إنجلترا هذا يقلل من أسهم الكرة الإيطالية؟
ليس هو فقط لكن جميع اللاعبون عندما تغادر الكرة الإيطالية يكل الأسهم. لكن الكرة الإيطالية والدوري الإيطالي له طابع خاص، طابع دفاعي. إذا ما قمنا بمقارنة الدوري الإيطالي بالنسبة للاعبين وبالنسبة للدوريات الأخرى صعب على أي لاعب يتأقلم في الدوري الإيطالي، لكن ينقصنا أشياء كثيرة. يجب أن توجه السؤال إلى الاتحاد الإيطالي. هناك أشياء يجب أن نتعلمها من البريمير ليج. ها هنا أنا إيطالي وأعمل في واتفورد في إنجلترا، لكن كما ذكرت أفضل اللاعبين الآن في إنجلترا. هاخد من كلامك بالنسبة لمحمد صلاح، وأكيد لما تقول محمد صلاح أكيد هنتكلم عن تجديد التعاقد ليفربول مع محمد صلاح الفترة اللي جاية. من خلال تواجدك هناك وطبعا يعني متطلع على كل الأجواء خلال الفترة اللي فاتت، هل محمد صلاح سيتواجد مع ليفربول يعني الفترة اللي جاية، ولا محمد صلاح هيكون له وجهة أخرى يعني؟ أعتقد أن صلاح سعيد بتواجده في ليفربول. وبكل طبع لديه العديد من العروض التي انهالت على صلاح في الأيام الأخيرة، خاصة بعد وصول اتفاق وكيل أعماله مع الإدارة إلى طريق مسدود. لكن بعد ظهور صلاح بالأمس في مباراة الأرسنال، أعتقد أن الأمور في الأيام القادمة قد تكون بأفضل شيء للفرعون المصري. لكن بكل طبع من وجهة نظر الشخصية، إذا كان على ليفربول أن يفوز بالدوري الإنجليزي والبطولة الأوروبية يجب أن يبقى صلاح في ليفربول. إذا كانت إدارة ليفربول لديها وجهة أخرى، وإذا كانت لديها رغبة أخرى، أو كانوا تعاقدوا مع جناح آخر من أجل التخلي عن محمد صلاح، قد يكون رهان صعب وقد يدفعوا ثمن اختيارهم. ليفربول فريق كبير، لكن صلاح خلق جو عظيم في فريق ليفربول. بالنسبة لي أنا لا أرى محمد صلاح في فريق آخر غير ليفربول. طبعا بالنسبة للبريمير ليج وواتفورد، واتفورد أكيد من الأندية اللي كان ليها سابق وعهد في البريمير ليج بصولات وجولات. أين واتفورد دلوقتي، وخاصة أن في مدرب ذو خبرة كبيرة جدا روي هوتسون، ويمكن روي هوتسون كان أحد المدربين اللي اتشرفت بالتدريب معهم في سويسرا، مدير فني على مستوى عالي عنده خبرات كبيرة. لكن أين واتفورد الآن، وما طموحات واتفورد في الفترة اللي جاية؟ قبل أي شيء، آخر عشر سنوات واتفورد كان قريب ولعب على مقاعد أوروبية تأهيلية. قمت بعمل كبير وتم انفاق العديد من الاموال في جميع انحاء اوروبا من اجل ان يكون واتفورد في الواجهه وان يصارع الكبار. لكن دعني اقول ان واتفورد الان هو فريق من فريق يصارع على مقعد في اوروبا الى فريق يصارع على الهبوط. لم نتعود على ذلك. انت ذكرت ان بريمير ليج بطوله الدوري الانجليزي بطوله صعبه، لكن لدينا مشاكل اقتصاديه هي ما اثرت على وضع الفريق وجعلت الفريق في وضعه الحالي. لكن اتمنى ان نكون في مكان هادئ، ثم سنعود العام القادم ونلملم الأوراق. لكن اختلاف كبير بين واتفورد عشر سنوات ماضت وواتفورد الآن. لكن دعنا نتحدث عن عائلة الفينس والعائلة المالكة لواتفورد. نجتمع دائما وأنا أتحدث من مكتب واتفورد في إنجلترا. أتمنى الأفضل لنا في العام القادم. كل التوفيق طبعا لواتفورد في خلال السنوات القادمة. لكن خليني أسألك برضو كريستيانو عن المنافسة الشديدة على الفوز بالبريمير ليج بعد اقتراب أو يعني تقليص الفارق ما بين المان سيتي وليفربول إلى نقطة واحدة. البريمير ليج شايف رايح لفين، ومن سيكون بطل البريمير ليج السنة دي؟ ذكرت من قبل أن ستكون مواجهات كبيرة. 69 نقطة ليفربول، 70 نقطة مانشستر سيتي. نقطة فقط هي من تبعد السيتي عن ليفربول.
هناك حديث عن الورق، جميعنا نتحدث في المكاتب على الورق، لكن هناك مباراة ستكون أو كانت في 10 مارس، مباراة سيتي ومانشستر يونايتد، حددت بأكثر من سيكون بطل البريمير ليج. هذا ما يعني من وجهة نظري أن مانشستر سيتي المفضل لكي يفوز بالدوري الإنجليزي، أيضا ليفربول. ومن وجهة نظري أعتقد أن مباراة السيتي وليفربول ستحدد بطل الدوري الإنجليزي. ما فيش شك في كده. أخيرا كريستيانو، من خلال بكرة هيكون في قرعة طبعا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، من خلال رؤيتك لمباراة اللي فاتت وأسماء الأندية اللي وصلت لدور الثمانية، مين المرشح الأبرز للحصول على يعني الشامبيون ليج السنة دي من خلال وجود أندية كبيرة جدا جدا في دور الثمانية؟ ما guarda, mi voglio ribattere ancora, a me piace molto il Liverpool, sono sincero perché دعني اكون صريحا وانا صريح معكم ولا استطيع ان اخفي ذلك، انا اعشق ليفربول لان ليفربول لديه مدرب جيد ولديه شخصيه كبيره، ظهرت بالامس في مباراه لندن امام الارسنال. بالنسبه لي اعتقد ان ليفربول لاعبي ليفربول هناك حالة اطمئنان لديهم بأنهم قد يفوزون بالشامبيونز ليج. من وجهة نظري ليفربول المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا. أو كي أكون صادق أو أكون صريح، يلعب الفاينل ثم نرى من سيذهب، لكن ليفربول في الفاينل. كريستيانو جياريتا المدير الرياضي لنادي واتفورد، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وكل التوفيق لنادي واتفورد إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لقناة النادي الأهلي على استضافتي، كان فخر لي التواجد على شاشة قناة الأهلي، وأتمنى التوفيق لكم ولفريقكم. كريستيانو شكرا، شكرا جزيلا تواجدك معنا. طبعا كان لقاء مهم جدا وآراء يعني جريئة ومختلفة، و تمام كمان هو رشح مش بس ليفربول انه ياخد البريمير ليج، لكن كمان خلال الترشيحات انه يقول قادر كمان ليفربول على الحصول على دوري ابطال اوروبا. هو المفارقه الغريبه بالنسبه لي زي ما انا سمعت، هو لما سئل عن ليفربول ولا سيتي، هو قال ان الاثنين عندهم نفس الحظوظ، لكن قال لك الفريق المفضل او الاقرب سيتي، رغم انه شاف سيتي او شاف افضليه نسبيه حتى لو بنسبه قليله جدا لسيتي في البريمير ليج، لكنه شاف في الابطال ليفربول رغم ان سيتي ما زال موجود. فده بيقول لك ان فعلا منافسات الابطال والادوار الاقصائيه بتختلف عن شكل المباريات في الدوري، وربما هو لو بيميل بنسبه قليله جدا للسيتي، فهو مثلا شايف ان جدول سيتي اريح شويه من جدول ليفربول في الدوري، لان ليفربول عنده مباريات صعبه. لكن اللقاء الفاصل زي ما اؤكد في النهايه، والعالم كله متفق حاليا ان اللقاء الفاصل هيحدد، لان ليفربول لو قدر يكسب ويبقى في الصداره اعتقد بنسبه كبيره جدا مش هيفرط في المكاسب في المباريات المتتاليه حتى لو كانت مباريات صعبه، لان ليفربول لما يكون قريب قوي من بطولة او لما يكون تحت الضغط ده بيعرف يتعامل معاه، بخلاف مانشستر سيتي اللي بيتعب شويه تحت الضغط، بيواجه مشكلات يمكن اسلوبه ما بيساعدوش ان هو يتخطى المراحل الصعبه دي. صحيح. يعني لما نخش بشكل تفصيلي بعد شويه نتكلم في مباريات سيتي او ليفربول، هنرجع للبريمير ليج، لكن خلينا نرجع تاني لمباراه اتلتيكو مدريد وخساره طبعا او خروج مانشستر يونايتد، و ردود افعال طبعا غاضبه بشكل كبير جدا جدا. كل التوقعات كانت هو وصول المان يونايتد، وخاصه بيلعب على ارضه امام اتلتيكو مدريد، لكن رالف رينجن طبعا ده المدير الفني للمان يونايتد، ضغوط كبيره جدا، ويمكن كثير من الناس تقول هذا هو يمكن لنهايه السيزون هيكون مدير فني جديد للاداره الفنيه للمان يونايتد. نشوف قال ايه بعد الهزيمه والخروج من دوري ابطال اوروبا. لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، وأنجز اللاعبون كل ما خططنا لأن ينفذوه في الشوط الأول. الشيء الوحيد الذي فشلنا في تحقيقه هو استغلال ذلك الأداء الحيوي لتسجيل هدف التقدم. تسجيل هدف التقدم هو أمر في غاية الأهمية عندما تلعب ضد فريق مثل أتلتيكو مدريد، وإذا لم تحقق ذلك فالأكثر أهمية هو أن تتجنب تكبد هدف، لكننا تكبدنا هدفا قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول. في لحظة انتقالية تم في رأيي ارتكاب مخالفة،
في حق أنطوني إيلانجا، إلا أن الحكم ومساعده لم يرى ذلك، وهذا سبب تكبدنا الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول. ما كان يجب في رأيي أن نتخلف بهدف دون رد بنهاية الشوط الأول، لأننا كنا الجانب الأفضل في ذلك الشوط. من المهم جدا المبادرة بتسجيل هدف السابق، وذلك أهم بصورة كبيرة عندما تلعب ضد أتلتيكو. أما في الشوط الثاني فلا أعتقد أننا لعبنا فيه لدقيقتين كاملتين دون أن يتوقف اللعب ودون أن يسقط شخص على الأرض. كانت هناك في رأيي قرارات تحكيمية غريبة، لا أريد بالضرورة القول إنها كانت حاسمة، ربما القرار الحاسم الوحيد هو عند تسجيل الأهداف. رالف طبعا المدير الفني للمان يونايتد، واكيد هو بيقول احنا بدانا المباراه بشكل افضل، ولكن كمان بيعيب على التحكيم بشكل او باخر. كلها يعني اعتقد انها يعني مبررات ما اعتقدش انها مقبوله صحيح. بشكل او باخر هو انا طول الوقت بلتمس له اعذار وبلتمس اعذار لاي حد يشتغل في مانشستر يونايتد في مع هذه المعطيات، لكن في 90 دقيقه ولا في 180 دقيقه ذهاب اياب انا بشوف ان هو ما عملش اللي عليه، يعني هو ما لعبش بافضل شكل، ما اختارش افضل استراتيجي يواجه بيها سيميوني، فبالتالي ايضا هو يتحمل الجزء الاكبر من الهزيمه، الى جانب طبعا الاخطاء الفرديه، لان بنشوف زي ما اتكلمنا وشرحنا مستوى الافراد خاصه في الجانب الدفاعي متراجعين بشكل يساعد على ان تكون بدري بره من بدري في صحيح. الابطال صحيح. ده على مستوى الاداره الفنيه المان يونايتد. على مستوى الاداره الفنيه سيموني المدير الفني لاتلتيكو مدريد قال ايه؟ نشوف مع حضراتكم. كان أداء فريقي مستقرا ومنتظما طيلة المباراة. علينا أن نشير بصورة واضحة إلى العمل الجماعي الذي كان مذهلا. واصلنا في الشوط الثاني التحكم في مسار المباراة ولعبنا بالطريقة المريحة لنا، اعتمدنا على الهجمات المرتدة والخصم يدرك أننا نجيد ذلك. نجح الفريق في إغلاق كل الثغرات، وذلك نتيجة لجهد جماعي كبير من المدافعين ولاعبي خط الوسط. كدت ألا أجري أي تغيير لأن اللاعبين على أرض الملعب لعبوا بمستوى متماثل. علينا بقدر ما عانينا ضد مانشستر على ملعبه في لقاء الذهاب، ونحن مرة أخرى ضمن أفضل 8 أندية في أوروبا، والانضمام مرة أخرى إلى أفضل 8 أندية إنجاز متميز للنادي، إذ يأتي بعد فوزه بالدوري الإسباني. من الواضح أن موسمنا في الدوري الإسباني كان متذبذبا، الفوز بلقب الدوري كبدنا ثمنا كبيرا، ولم يكن سهلا على أتلتيكو مدريد الفوز بلقب الدوري. ثم يبدأ المهمة مرة ثانية، لأننا لم نعتد الفوز باللقب ومواصلة العمل للارتقاء بالمستوى كل عام. لكننا بدأنا عقب مباراتنا ضد أوساسونا تنفيذ ما تحدثنا عنه. الشخصيات التي كان عليها اتخاذ القرارات بدأت تتخذ قرارات هامة وتهيئت لنا بعد ذلك مجموعة من اللاعبين هي على استعداد لتحقيق أي شيء. كده الراجل سعيد بالتأهل الكبير، وطبعا سيمونيا سعيد بيتكلم أنه كان حتى الأفضل على مستوى التكتيك على مستوى إدارته للمباراة. صحيح، أنا متفق جدا أنه كان الطرف الأفضل وأنه في النهاية انتصرت الاستراتيجية اللي دايما بيراهن عليها سيميوني في أنه بيكثف من تواجده الدفاعي والعدد في التلت الأخير من الملعب، وبيستطيع بأقل عدد من الفرص أنه يخلق الفارق أو يسجل هدف، وبيصنع فوارق فعليا من أنصاف فرص. دي سياسة سيميوني، وأنا بشوف سيميوني وبشوف أتلتيكو مدريد هيكون خصم قوي لأي فريق، يعني مهما كانت قوتك ومهما كانت جاهزيتك ومهما كان عندك أو بتمتلك نجوم كبار، لكن سيظل تكتيك سيميوني وستظل الاستراتيجية اللي بيتبعها أتلتيكو مدريد بثلاث مدافعين ومنظومة 10 لاعبين تحت الكرة والسرعة في التحولات من خلال جريزمان وفيليكس، كل هذه المعطيات تخليك تقول ان هيكون ند صعب وفريق ما تتمناش ان انت تواجهه في الادوار المقبله. فبالتالي انا بشوف اتلتيكو مدريد واحد من الانديه اللي هتكون قويه جدا جدا في الادوار المقبله. طيب سعيد، بكره القرعه وطبعا عندنا الثمان فرق، طبعا بنتكلم بايرن، بتتكلم على تشيلسي، على السيتي، ليفربول، فيا ريال، بنفيكا، ريال مدريد، واتلتيكو مدريد. ثمان فرق اسماء كلها كبيره جدا. القرعه بكره ان شاء الله، تتوقع القرعه ايه؟ يعني توقع مين هيقابل مين، وحظوظ طبعا الوصول للمربع الذهبي افضل لمين؟ انا بتوقع ان يكون في مواجهه قويه جدا، يعني على الاقل مواجهه واحده، مش يعني لو مش واحده او اثنين. بميل او طب يعني نتكلم على ليفربول. خلينا محمد انا بميل ان في مواجهه انجليزيه هتحصل، مواجهه يعني انجليزيه يعني ليفربول سيتي او سيتي تشيلسي او ليفربول تشيلسي. وبالمناسبه تشيلسي هيبقى خصم قوي جدا، يعني تشيلسي يبقى مرشح قوي
رغم كل الظروف اللي مر بيها، لكنه فريق في الادوار الاقصائيه وفريق في مباراه خروج المغلوب ما زال قوي بشكل مرعب، وتقدر تلمس ده في مباراته النهائيه. انا في متوقع ليفربول ريال مدريد ونعيد النهائي ممكن وارد جدا. هيبقى ماتش طبعا جماهيري قوي جدا، لكن الاغلبيه لليفربول بشكل كبير، لان حقيقي ريال مدريد بيعاني لما يكون الجيم قدام فرقه منظمه بشكل كامل، وليفربول فريق منظم جدا جدا، لكن لما تروح لفكره مين الافراد اللي يكسب، يعني نلعب بشكل فيه ارتجاليه شويه ونراهن على المهارات الفرديه اكتر والافراد اللي بتصنع الفارق، هنا ريال مدريد بيصنع الفارق ببنزيما وبمدريتش واكتر من لاعب، فبالتالي انا بشوف قدام فريق منظم زي ليفربول زي مانشستر سيتي، يعني 70% من 80% من الفرق في دور الثمانيه اقوى من ريال مدريد، ريال مدريد هيعاني جدا، يعني ريال مدريد هنشوف بكره القرعه دوري ابطال اوروبا، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله محمد صلاح وليفربول يكون هو الحائز على هذه البطوله، بطوله صعبه جدا. هنشوف بكره القرعه يعني هتكون شكلها ايه. هنروح لفاصل سريع، لكن هنرجع بعد الفاصل على البريمير ليج، وطبعا الصراع القوي جدا جدا واقتراب ليفربول من المان سيتي بنقطه واحده، وتفاصيل كتيره جدا جدا على البريمير ليج بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، دلوقتي هنتكلم على البريمير ليج، وكان اهم مباراه في البريمير ليج اعتقد كلنا كنا متابعينها بشكل كبير جدا على مستوى طبعا محمد صلاح على مستوى ليفربول يا سعيد، كانت امام الارسنال وكانت مواجهه صعبه، وشفت المباراه دي ازاي ما قبل وما بعد المباراه؟ يمكن يعني كابتن المباراه دي احدى العقبات المهمه جدا اللي كان لازم ليفربول يتخطاها عشان يوصل لقمه البريمير ليج في النهايه او يفوز بالبطوله. ماتش صعب جدا قدام فرقه بتلعب بشكل كويس جدا ومتحقق نتائج قويه ولا تتعرض لهزائم ابدا على ملعبها، فبالتالي كان الفوز امر صعب جدا. المباراه شوط اول تفوق ارسنال بشكل كبير جدا جدا، وحتى لحظه استقبال الهدف كانت الافضليه لارسنال وكان قادر على التسجيل مره واثنين، لكن دايما بقول الافراد قادره تفوق او تجعل منظومه كلوب او ليفربول تتفوق، يعني انت ليفربول مش محتاج يبقى احسن في احسن حال عشان يكسب، ممكن جوتا يخلص لك الماتش، صلاح يخلص لك ماتش، ماني، اي واحد من الثلاثي الهجومي دايما. امكانيات الفرديه بتفرق في لما بتكون ظروف صعبه، يعني الفروق الفرديه هي اللي بتفرق. صحيح، وده ساعد ليفربول امس، يعني العوامل الفرديه رجحت وانصفت كفه كلوب على ارتيتا اللي كان بيلعب بتكتيك افضل او تفوق فيما يتعلق بالتكتيك قبل لحظه تسجيل الهدف. يمكن خذلوا كمان رامزديل افضل حارس في الدوري الانجليزي هذا الموسم، بيستقبل من زاويه ضيقه جدا، فبالتالي انا بشوف ان الافراد هم اللي صنعوا فوز ليفربول. وده كابتن هاني خليني اتكلم عن نقطه مهمه جدا، ليه ليفربول حاليا او بيصل شعور الجمهور انه اقدر على الفوز بالدوري الانجليزي من مانشستر سيتي؟ لان ليفربول قادر يكسب وهو سيء، في حين ان جوارديولا محتاج يصنع 20 فرصه تهديف عشان يكسب، محتاج كل مره ما بيكسبش هو كويس، ما بيكسبش هو كويس، بيبقى في افضل حالاته وبيصل المرمى. ليه؟ لان انا بشوف جزء منه ليه علاقه باللاعبين وجزء ليه علاقه بجوارديولا. الجزء اللي ليه علاقه بجوارديولا انه مصمم يسجل هدف بعد 50 60 تمريره زي ما طول الوقت بيقول، ما بيخلقش التنوع، في حين ان ليفربول ممكن يعمل تحول ارنولد ثرو باس انفراد، شكرا، ماني او جوتا، قادر ان هو يعمل عرضيه فان دايك جون، فقادر يكسب من خلال ان انت تعمل 50 تمريره وتسجل، او تعمل كره عرضيه، او تعمل مرتده بلعبه واحده. طيب هكلمك في الجزئيه دي كمان على مستوى التكتيك، على مستوى الافراد. يعني دلوقتي حتى فيرمينيو ما بقاش يعني صحيح. بينزل بيهدف كل هو راس حربه صريح. صحيح. لغايه دلوقتي جارديولا ما عندوش راس حربه، مفيش راس حربه، مفيش لاعب عنده الحس التهديفي العالي. صحيح. يعني باستثناء رياض محرز الوحيد كل لاعبي مانشستر سيتي عندهم صعوبه في التسجيل، في ترجمه الفرص، مش هدافين بالدرجه الاولى، سواء ستيرلينج سواء برناردو سيلفا. يمكن هو حتى انا لاحظت ده في مؤتمرات جوارديولا وهو بيتكلم عن المباراه قبل الاخيره لما في مانشستر يونايتد دي بروين سجل هدفين، بيقول لماذا سجل دي بروين اليوم؟ بيقول لانه كان هناك، يقصد انه في منطقه الجزاء قرب، هو بيقول طول الوقت بقول دي بروين قرب، يعني انا شعرت بانه بيعاني في انه ازاي بيقنع دي بروين انه يكون قريب من المرمى عشان يسجل اهداف، لان دي بروين بهذه الامكانيات العظيمه جدا جدا وقراراته يعني حكيمه بشكل غير طبيعي طول الوقت وجوده قدمه سواء في التمرير او التسديد ما بيسجلش عدد اهداف تعبر عن امكانياته. ليه؟ لانه طول الوقت ما عندوش الحس التهديفي ولا بيميل ان هو يقرب من المرمى، بيميل اكتر لادوار التطوير وصناعه اللعب. كذلك برناردو سيلفا لاعب على الستة ياردة بيضيع، ليه؟ لانه لاعب مشغول اكتر بالحيازه، بالوقوف على الكوره، ازاي يوزع اللعب، ازاي يعمل الربط، فبالتالي جوارديولا فعليا يعاني من انه مفتقد للمهاجم
اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف بيعاني ايضا من ان الافراد عندهم مش ما عندهمش الحس التهديفي العالي، لكن هو يتحمل جزء ايضا لان قدام تكتلات زي كريستال بالاس وساوثهامبتون وناس كتير بتدافع ب 10 لاعبين، انت مهاجم ان انت تعمل التنوع تلعب مهاجم عمق. ليه خيسوس مش موجود 20 دقيقه 25 دقيقه يتواجد في ال 18؟ ليه ما فكرتش في حلول ثانيه توصلك للمرمى بشكل مختصر؟ والحلول ديت يمكن اللي لجأ ليها يورجن كلوب من خلال تغييره سريعه جدا، وجود فيرمينيو بعديها بثلاث دقائق بيحرز هدف كان مهم جدا، كان هدف الثاني لليفربول، وكان هدف الاطمئنان يعني، كان المباراه انتهت بهذه النتيجه 2-0، وفوز كبير جدا وفوز مهم جدا جدا لليفربول للحاق بالمان سيتي. تعالوا مع بعض نشوف يورجن كلوب المدير الفني لليفر قال ايه بعد هذا الفوز على الارسنال 2-0. Like talking about City and as if they would miss a striker. That's a joke. The way they played, they had against Crystal Palace, they had like. تتحدث عن مانشستر سيتي وكأنهم يفتقدون وجود رأس الحربة، هذه مزحة. الطريقة التي لعبوا بها ضد كريستال بالاس كانت لديهم 5 أو 6 فرص واضحة، لا علاقة للأمر بعدم وجود مهاجم. أنت تخبرني أن دي بروين سدد على العارضة لأنه لم يكن هناك رأس حربة. لا يمكنك فتح نقاشات كما تريد، فمن ناحية هم أفضل فريق في العالم، وفي الجانب التالي يحتاجون إلى رأس حربة. كرة القدم ليست بهذه السهولة، تضع رأس حربة وفجأة ينهي الهجمات. نحن بحاجة إلى لاعبين بطرق مختلفة أيضا، ليس الأمر أنه يمكنك فقط أن تكون مهاجما يسجل الأهداف. إذا كنت تريد أن تكون مهاجما لليفربول فعليك أن تبذل جهدك في كل مباراة. نعم بالطبع ذلك يعطي زخما، لكن الزخم هو أكثر الإزهار هشاشة، لكن الزخم هو أكثر الأزهار هشاشة على هذا الكوكب. شخص ما يمشي ويدوس وينتهي الأمر ثم تعمل مرة أخرى، ولا أعرف كم من الوقت سأحتاج لأستعيد الزخم، لذلك أنا لست صديقا كبيرا للزخم. الأمر يتعلق بتجاوز المباريات وإيجاد طريقة في المباريات لتجاوزها، ثم دعنا نرى أين ننتهي. الأمر صعب. دائما وابدا بنقول يورجن كلوب كمان على مستوى التصريحات والمؤتمر الصحفيه، زي ما في الملعب كده زي في المؤتمر الصحفي، بيعرف يتكلم بشكل اكتر من رائع. هاخد من كلامه وهناقشك سريعا فيه. اول حاجه كان واحد ساله اصل مشاكل المان سيتي ما بيلعبش براس حربه، فقال له لا هم مش محتاجين يلعبوا براس حربه، عندهم دي برون ضيع وعندهم فرص كبيرة جدا، 7 فرص أمام كريستال بالاس، فدي نقطة. النقطة الثانية كان بيتكلم على الزخم اللي هو توالي المباريات بشكل أو بآخر، وبيقول لك ما هو عندوش مشكلة بدوت، ولكن دايما بينظم مبارياته بشكل جيد عشان يظهر ويكسب بشكل جيد كمان يعني. صحيح، هو خليني أقول إن هو في رده الأول هو بيرد على جوارديولا، يعني هو جوارديولا في مؤتمراته السابقة قال إن أنا ما عنديش صلاح وما عنديش جوتا ولا ساديو ماني، ما عنديش الهداف اللي هو بيمتلكه ليفربول، لكن عندي عمل جماعي، بشتغل بمنظومه جماعيه، في النهايه اي حد بيجي يسجل، وحقيقي جوارديولا بيبذل جهد خططي كبير جدا 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 عشان يقدر يعمل الشغل ده، لكن التسجيل انا متفق جدا مع جوارديولا انه يفتقد للاعيبه الهدافين اللي بيمتلكهم ليفربول. ليفربول بيسجل من اقرب الفرص او بيصل للمرمى باقرب الفرص لانه عنده جوده لاعبين. لا ننكر ابدا ان كلوب عمل شغل كبير جدا فيها، يعني هو اسهم في تطوير اللاعبين كلهم بشكل كبير جدا، لكن هم عندهم الملكه يا كابتن، الهداف صحيح. الهداف عنده الحس وكمان بيشتغل عليه. في لاعبين ما بتحبش تشتغل على شغل التهديف، يعني مثلا في صناع اللعب او لعيبه مهاريين بيبقوا بره الصندوق بيميلوا اكتر لصناعه اللعب. فرانك ريبري مع بايرن ميونخ جوارديولا عان عشان يقنعه يسجل اهداف، قال له انت لعيب عظيم جدا، انت امهر واحد في الدنيا، لكن لازم تسجل اهداف، فقال له انا مش عايز اسجل اهداف، انا ما بحبش اسجل اهداف، انا بحب اكتر ده تالنت ودي تبقى موهبه يعني. هو بيحب اكتر يجيب الكره من تحت ويراوغ واحد واثنين وثلاثه ويعمل ثرو، هو كده، هو جوارديولا قال عليه لاعب حواري، هو اتعود على ده من وهو صغير، فمش حابب يخرج. في ناس في صناعه اللعب الحس التهديف عندها بيبقى اقل، فبالتالي لا ممكن انت ما تشوفش الصلاح بهذه العظمه في المراوغات، لكنه مفيش حد اعظم منه في التسجيل. وده اللي بتكلم فيه دايما، قوه صلاح وقوه اللعيبه الكبيره، انه حتى ممكن جدا في اوقات ما بيكونش موفق فيها على مستوى الاداء، لكن دايما متواجد ودايما بيحرز اهداف، وده يمكن. خليني اقول لك يا كابتن حاجه، اهم واصعب مهاره انك تسجل هدف. ده صعب، انا مش عايز حاجه غير انك تجيب جول، اهم مهاره في النهايه. صحيح. فبالتالي خلاص انت عندك ناس بتعمل ده، فانت عندك كل حاجه.
سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن، ودايما بستمتع في حقيقي بالحوار معاك يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ليك. وخلينا هنطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل لسه عندنا كمان يعني فقره مهمه جدا مع محمد الباز المحلل العالمي، ونتكلم بقى على السيتي، ازاي السيتي وصل لهذه الدرجه من الانسجام و و و وارقام واحصائيات وصور وحاجات كتيره جدا مع الناقد الرياضي ومحلل الاداء العالمي محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف مع التحليل الفني والتحليل عبر الارقام من خلال طبعا نجمنا ونجم التحليل العالمي محمد الباز اللي برحب بيه النهارده معانا في المحترف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن، منورنا. نور حضرتك دايما كده، بتجيب لنا الكل جديد وكل مميز، والنهارده جايب لنا بقى الكريمه بتاعت التورته. بنتكلم على جارديولا والسيتي وإزاي الشغل داخل الملعب، الشغل التكتيكي، الشغل على المستوى اللاعبين، على مستوى التمركز. فمحضر لنا النهاردة بقى بالنسبة للسيتي. احنا السيتي دايما يعني مع بيب جوارديولا العبقرية كلها، الانوفيشن، مصطلح الابتكار ده يعني اللي بيطبقه بشكل هايل جدا ممتاز جدا هو بيب جوارديولا. بيقولوا في مدرسة خاصة لجوارديولا، يعني مدرسة خاصة من ساعة ما كان موجود في برشلونة، وأي نادي بينتقل ليه بينقل هذه المدرسة حتى لو كانت مختلفة. شفنا لما راح حتى البايرن، وانت عارف الكرة الألمانية وانت ألماني وعيش في ألمانيا كتير، ليها طابع خاص. وكان من انتقادات كتيرة جدا في الأسبوع الأول والتاني، لكن قدر يطبع مع مدرسته مع حتى الكرة الألمانية. فعايزين نعرف سر جارديولا ايه؟ أسرار مع جارديولا، في أسرار كبيرة جدا. مبدئيا في البداية حابين نقول ان الزحام واللي بيحصل والتنافسية الكبيرة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، مش بس بقى دلوقتي فرق نقطة واحدة ما بين ليفربول والمان سيتي، لا ده على مستوى الأرقام بكل أشكالها، سواء كان من الناحية الهجومية، من الناحية الدفاعية، من ناحية البساط، من ناحية استقبال الأهداف، من ناحية الكلين شيت، في تنافسية شديدة جدا ما بينهم. عايزين نكشفها برضو قبل ما نخش في التاكتكس ونبين الكلام ده. يعني هو مش مجرد نقطة، لكن كمان على مستوى الديتيلز بالنسبة لكل للفرقتين، إذا كان ليفربول أو المان سيتي. صحيح، التفاصيل الصغيره ديت اللي طبعا بتعكس تكتيكيا وفنيا كتكتيكال او تكنيكس، التكنيك اللي بيظهر ده بيتعكس في الارقام برضو. يعني بنتكلم على اقوى خط دفاع في البريمير ليج لهذا العام، المان سيتي. المان سيتي استقبل 18 هدف، ثم ياتي طبعا تشيلسي 19 هدف، وبيزحموا طبعا ليفربول ب 20 هدف. كلين شيت يا كابتن هاني، برضو المان سيتي والليفربول الاثنين قد بعض، 17 مره كلين شيت. حلو. بالنسبة للجانب الهجومي، أقوى خط هجوم طبعا دلوقتي في الدوري الإنجليزي هو ليفربول ب 75 هدف، ويأتي بعده 68 هدف مان سيتي. في دايما تنافسية في كل الأرقام، حتى في اللونج بولز، حتى في التسديدات على المرمى. الاستحواذ طبعا هو مان سيتي، هو طبعا هو ملك الاستحواذ، ملك الاستحواذ 68%، وصل ل 68%. وهنكشف تكتيكيا في أرض الملعب ليه هم بيوصلوا لأعلى نسبة من الاستحواذ، ثم يأتي رقم 2 ليفربول ب 62%. انا شايف ان انت محضر لنا 3 فايل كده على مستوى البيلد اب، على مستوى بناء الهجمه، محضر لنا كمان على مستوى البريسنج، الهاي بريسنج اللي بيعمله، وكمان محضر لنا فايل كده لدي بروين ومفاتيح اللعب بالنسبه للمان سيتي. صحيح. نبدا بالبيلد اب بالظبط. يعني تسمح لي قبل ما نبدا بالبيلد اب نتكلم على التشكيله الاساسيه للبيب جوارديولا اللي بيعتمد عليها دايما. طريقه اللعب بتاعته 4-3-3 زي ما احنا عارفين.
دايما الاربعه طبعا ايدرسون حارس المرمى، الاربعه دايما اللي بيكون في قلب الدفاع زي ما احنا عارفين لابورتا بدا يعتمد عليه بشكل كبير جدا طبعًا. او روبن دياز او جون ستونز ده الاجنحه بالنسبه له او الباكات بالنسبه له الاساسيين بقى ووكر وطبعا كانسيلو العظيم اللي هنتكلم عليه النهارده بشكل كبير جدا. الثلاثه دايما اللي في نص الملعب نتكلم على سيلفا طبعا يعني برنس نص الملعب هنتكلم عليه بشكل كبير جدا، نتكلم على معاهم دي بروين وبنتكلم على رودري، ورودري مهم جدا في البيلد اب اللي هنتكلم عليه، وبالتالي دايما نتكلم على الثلاثه اللي قدام جريليش ناحيه الشمال، ناحيه اليمين دايما لاما رياض محرز او جيسوس او بيحصل روتيشن وسويتشنج كبير جدا ممكن يلعب بستيرلينج، وطبعا في الفودن في نص في مع الثلاثه دام كراس حربه او راس حربه صحيح هنتكلم عليه. الأربعة ثلاثة ثلاثة لو هنتكلم على البيلد أب دايما البيلد أب بيبدأ عندهم بشكل بيفتح مساحات ما بين الأجنحة والباكات يوسع الملعب علشان يبدأ أن هو يسحب المدافعين. ليه البان سيتي أكتر نسبة استحواذ في الدوري الإنجليزي لهذا العام أو عموما معروف عن المان سيتي الاستحواذ والريتم العالي ودي مدرسة جارديولا لأن كل لاعب من اللاعبين دول ليه دور هجومي دايما بيطلب جوارديولا بيطلب من كل اللاعبين دول يا كابتن هاني يبقى فيه اكتر من باصات كتيره جدا في البيلد اب. البيلد اب لو هنشوفه بشكل في ارضيه الملعب زي ما كنا بنتكلم دايما اللي بيفتحوا المساحات قلب الدفاع دايما رودري بينزل ان هو يستلم هو دلوقتي منهم. كمان في الصوره مش باين الاثنين الباكات يعني الباك يمين والباك الشمال اللي هو بيبدا من السردباكين ويبقى في رودري تقريبا هو راس المثلث مع وجود دايما ثلاثي في منطقه البيلد ابيض بالظبط. ده شكل البيلد اب المعروف عن المان سيتي ودايما هنحس شوف يعني اربعه دايما فاتحين الملعب الباكات. الميزه الباكات سواء كان ووكر او كانسيلو في ناحيه الشمال ان هم بيلعبوا انسايدر ودايما بيبقى في باترن ما بينهم يا كابتن هاني يعني في حاله ان هم بيطلعوا بالهجمه في نص ملعب الخصم فدايما تلاقي ووكر بيغطي لجوه كانسيلو بيفتح الجهه الشمال ويكمل مع جريليش بيشتغلوا بشكل عكسي اللي بيفتح الثاني بيضم والعكس بالظبط. التفاصيل الصغيره اللي بيعملوها وبيب جوارديولا بيطلبها منهم هنا دايما رودري بيلعب دور كبير جدا ان هو بينزل ما بين الخطوط ان هو يساعد قلب الدفاع او السرد باكات في بناء الهجمه وبينقل الشكل دوت. دايما بيحصل روتيشن ما بين رودري ممكن تلاقي مره تلاقي دي بروين هو اللي نزل يستلم الكره وسيلفا. او سيلفا هو اللي نزل يستلم ورودري خد مكانه. الروتيشن السريع اللي بيحصل ما بينهم في ارضيه الملعب. طيب ده كمان على مستوى تتكلم على مستوى لو البيلد اب من تحت من ناحيه ال 18 من حراسه المرمى لغايه بالتدريج من خط الدفاع للوسط للخط الهجومي. صحيح الصوره دي بتبين في الجزء خلاص عمليه الاستحواذ اللي بيقوم بيها جارديولا بالظبط. يعني ده في نص ملعب الخصم دايما هنلاقي المثلث المشهور عنهم سواء كان مع كانسيلو بينزل لهم جريليش من ناحيه الشمال او البيلد اب بيقرب طبعا رودري لكانسيلو يبداوا يبنوا الهجمه. هنا في بناء الهجمه من نص ملعب الخصم عايزين نركز مع فودن. هنا فودن ده لا المهاجم الوهمي التسعه الوهمي اللي دايما بيعمل ليه دور كبير جدا هنا بيطلبوا منه بيب جارديولا في التحركات. عيننا على رودي فودن دايما في الفودن تلاقي معاه اثنين لما بينزل فودن عشان يوسع المساحه عشان يبدا ان هو يستلم الكوره سواء من رودري او من سيلفا دايما اللي بيبقى ليه دور كبير جدا في بناء الهجمه. يعني بص حضرتك يا كابتن هاني هو بينزل طبعا بياخد المساحه ما بين الخط الوسط وخط الدفاع وبينزل هو خط الدفاع بيكون متمركز بشكل لكن الجزء ده هو اللي بيستلم فيه بيكون عنده مساحه انه يستلم بشكل افضل يعني بالظبط. وده الروتيشن اللي بيحصل دايما لما نلاقي فودن بينزل هنا اكيد دي بروين موجود في حته ثانيه فاضيه في الملعب عشان يخطب سواء ناحيه شمال او ناحيه يمين بيكمل مع جريليش ناحيه هنا نزل فودن على طول فضى مساحه هنشوف بعد كده هتلاقي تحرك من دي بروين اتلعبت الكوره لفودن اتلعب الثاني مع رودري ومع سيلفا واترمت لدي بروين حطيته طبعا في مواجهه المرمى وترجمت لهدف. وده اللي بنتكلم برضه عشان الناس تفهم ان عمليه راس الحربه الوهمي انه ممكن جدا بينزل لكن المساحه اللي بيخرج منها بيخش فيها عنصر ممكن كده يكون دي بروين ممكن يكون سيلفا ممكن الناحيه الثانيه بيكون حتى رياض محرز بيخش فيها بشكل كويس بكل تاكيد. وده الادوار اللي بيلعبها دايما الروتيشن السويتشنج اللي بيطلبه بيب جوارديولا من لعبته دايما التمركزات هم دايما التركيز على الريتم العالي والتمركزيه
يعني على عكس من ليفربول لما كنا بنتكلم على الديناميكيه واللي هي مركزيه ما بين هندرسون وصلاح و يعني لاعبين كتير. وطبعا الجمله بتتكلم ان انت في خلال عدد قليل من الباسنج ممكن جدا يكون في اختراق بشكل جيد واقتراب من المرمى بشكل كبير جدا وسرعه سرعه عاليه جدا رتم سريع جدا. حط طبعا دي بروين طبعا عشان وقتنا برضو محمد ده البيلد عايزين كمان موضوع البريسنج يعني هو معاه الكوره بيشتغل بشكل كويس بيعمل بيلد اب كويس وعنده تحركات بالنسبه لعمليه الضغط صحيح في حاله عدم الحياز الكره او الكره مع الخصم الضغط دايما بيكون عالي جدا يعني واللي بيطلبوا منهم بيب جوارديولا في الاريا او المكان الموجود في الكوره لازم هتلاقي موجود بتاع 5 6 7 كثافه عدديه كبيره جدا ضغط عالي جدا ودايما بيقربوا المساحات زي ما احنا شايفين ما بيدوش للمنافس اي فرصه ان هو يتنفس في ارض الملعب يعني صحيح. دايما 6 7 حضرتك يعني 7 لاعبين من المان سيتي دايما بيخنقوا على الخصم بيقفل عليهم بشكل كبير جدا عشان يقطع الكوره ده اللي بيطلبه جوارديولا وجود الكوره لازم يكون موجود عدد كبير في جدا في كثافه عدديه كسافة وفي ضغط عالي في اتجاه واحد من الملعب صحيح فبالتالي ده بيلعب دور كبير جدا في حاله ان هو قطع الكوره بيدي مساحه طبعا لدي بروين هو يقطع او محرز بيكون في الجناح اليمين فاضي ان هو يكمل بشكل كبير جدا وده كمان صوره مختلفه ان في عدد كبير من لعيبه المان سيتي وخلي بالك برده محمد دي نقطه مهمه جدا لان كان برشلونه بيعملها انك الغرض ايه انك الغرض انك تقطع الكوره في مسافه تكون قريبه من مرمى الخصم انك بتقطع الكوره لو قطعت الكوره هنا انت اوريدي مقرب من منطقه الجزاء بالظبط يعني امثله كتيره يعني شفناها لماتشات مختلفه ده امام تشيلسي ايضا دايما هتلاقي الضغط العالي بشكل كبير جريليش يعني عايزين نقف عنده هنتكلم عنده مع الحالات القادمه جريليش ده هو المفتاح دلوقتي كنا بنقول ان هو صفقه فاشله في بدايه الموسم بالنسبه لمان سيتي ولكن لا جريليش هو بيطبق التكتيك اللي عايزه منه جوارديولا بشكل كبير جدا مع كانسيلو بيضم معاهم طبعا سيلفا كمثلث ناحيه الشمال صحيح. بشكل كبير صحيح. جدا دي كمان صوره مميزه جدا للضغط العالي اللي بيقوم بيه طبعا المان سيتي امام معظم الفرق دي امام تشيلسي والادوار الدفاعيه نقدر نقول بشكل مميز ودايما مهم جدا انك دي كمان لقطه الثلاثه اللي بيقفلوا مع طبعا ده كان جيزوس هو تقريبا هو اللي موجود كراس حربه وبالتالي كمان ضغط عالي في الجزء الاخير من الملعب او الجزء الاول من ملعب الخصم ملعب الخصم بالظبط طيب نخش على الفيديو الاخير هنا دي بروين عشان الناس تفهم مفاتيح لعب جوارديولا بالظبط مفاتيح اللعب لما اتكلمنا في الهاي بريسنج ضغط العالي والريتم العالي والبيلد اب عنده مفاتيح للعب اهمهم وابرزهم هو دي بروين صحيح. دي بروين اللمسات السحريه تحركات دي بروين هنشوف مع بعض قد ايه هو بينزل قد ايه هو بيستلم سواء كان من نص ملعبه بيبدا الهجمه وقلنا بيساعد في البيلد اب او طبعا في الجزء الامامي الثلث الاخير دايما دي بروين كابتن هاني بيوجد لنفسه المساحه بيخلق لنفسه المساحه طب دي ما بتتعملش بشكل عشوائي لا هو زي ما قلنا الروتيشن اللي بيحصل في ارضيه الملعب السريع وما بين فودن ما بين جريليش ما بين تحركات السريعه دي دايما بتفضي مساحه لدي بروين هو يكون متواجد يعني ده مثال دي بروين فين في نص ملعبه نزل عشان يساعد في البيلد اب باستلام الكوره بالشكل دوت عنده مساحه كبيره جدا ان هو يعني يتحرك في المساحه الفاضيه وبالتالي عنده حريه او عنده صحيح. الوقت ان هو يتصرف بشكل كبير يعني. تمام لو احنا هنكمل دايما دي بروين بيستلم بظهره بيبدا ان هو يفتح يعني بيبقى عنده السكريننج بتاع الملعب كله شايفها بشكل كويس جدا يبدا يضرب الخصم لمساته سحريه جدا اون تايم بشكل سريع جدا التحركات زي ما شفنا حتى ولو بصينا في اقصى الصوره هتلاقي جريليش دايما في واحد فاضي صحيح ودايما هو اللعب طبعا راس الحربه انه الباسنج بيقطع الباص التمريره البينيه اللي بنقول عليها اللي هو راس الحربه بيقطع خط الدفاع وان تايم الكره بتتلعب وكمان بتتلعب بدقه عاليه جدا جدا يعني دقه التمرير الكي باسس الاسيست اللي بيعمله دي بروين يعني بيساهم بشكل كبير جدا لاعب مؤثر جدا في المان سيتي في امثله كبيره جدا او كتيره جدا يعني ممكن نتكلم عليها دي بروين انا عايز حلقات نتكلم على دي بروين صحيح. واهميته ودوره الكبير الفعال جدا مع المان سيتي انا عايز اقول حاجه سريعه كاحصائيه سريعه جدا في تحليلنا في الكره الاوروبيه هناك اثبتت ان ناحيه الشمال عند المان سيتي زادت النسبه الهجوميه عندهم 41% مقارنة بالسنة اللي فاتت 39% وانت بتكلم على جريليش والسبب هنا هو جريليش صحيح. جريليش وتطبيقه للتاكتكس اللي عايزه منه جوارديولا بالمثلث مع سيلفا او دي بروين بقرب معاه او طبعا كانسيلو بالمناسبة مساهم في 5 أهداف كأسيست واحرز هدفين او 3 يعني وباك يمين يعني او سوري باك شمال لا طبعا يعني
كانسيلو عامل شكل اكتر من رائع، وانت كمان يا محمد بصراحه بتقدم لنا يعني فقره مميزه جدا وبتتكلم بره الصندوق، يعني كل اللي بنتكلم عليه جارديولا، بتتكلم اتكلمنا على ثنائيات في ريال مدريد، وان شاء الله محضر لنا حاجات كتير ان شاء الله. دايما منورنا ومشرفنا. شكرا لحضرتك كابتن هاني. شكرا جزيلا لمنورنا ومشرفنا. شكرا. قبل ما انهي حلقتنا النهارده اكيد بفكر حضراتكم كنا عاملين يمكن استفتاء في الاسبوع اللي فات، وكان السؤال هو تتوقع فوز مين ليفربول امام برايتون؟ ده كان سؤالنا في الحلقه اللي فاتت، وكان طبعا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على قناه النادي الاهلي هناخد الفائز. يعني في جات لنا حاجات كتيره جدا، وخلينا بس نشوف كده الرول. وطبعا المباراه انتهت طبعا بفوز ليفربول 2-0. نشوف مع حضراتكم ونعمل رول ونشوف الفائز بمسابقه الاسبوع اللي فات مين. يلا جاهزين؟ طيب ستوب. احمد عادل وكمان قال النتيجه بالظبط، فوز ليفربول 2-0. مبروك احمد عادل هو اللي فاز معانا بطبعا توقع نتيجه ليفربول امام برايتون والفوز 2-0. احمد عادل مبروك، وان شاء الله الفريق الاعداد هيتواصل معاك ليه طبعا استلامك تيشيرت النادي الاهلي. النهارده عندنا مسابقه اخرى او عندنا تتوقع مين طبعا في كلاسيكو الارض، بنتكلم على ريال مدريد برشلونه الجوله القادمه من الدوري الاسباني. توقع نتيجه مباراه الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه، تواصلوا معنا عبر طبعا صفحه قناه النادي الاهلي على تويتر وعلى فيسبوك وعلى انستجرام، وان شاء الله باذن الله يوم الاثنين نكون معانا فائز بهذه المسابقه. كده وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من المحترف، ان شاء الله ليا لقاء مع حضراتكم يوم الاثنين الجاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.